نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم السبت 20 ايار 2017، عشرة ايام فاصلة عن انتهاء ولاية المجلس النيابي، ولا قانون ولا عقد استثنائي يلوحان في افق الازمة حتى الساعة. تقول المعلومات ان النسبية باتت الخيار الوحيد في اي قانون جديد، وان التيار الوطني الحر هو الوحيد الرافض للنسبية، فإلى أين المصير وماذا عن التمديد والفراغ كاحتمالين واقعين؟ الرئيس عون متفائل، الرئيس الحريري متفائل أيضا، وزير الداخلية يبشر بالانتخابات، ولكن كيف سيظهر هذا التفاؤل في أيام معدودات؟ وإلى قانون الانتخاب لا تزال ملفات الكهرباء والاتصالات جزءا من يوميات الحدث مع تسارع التطورات في موضوع قطاع الاتصالات برمته. الوضع في لبنان يسير على وقع القمة العربية الأمريكية، والعقوبات الأمريكية على لبنان التي كانت آخر فصولها وضع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على لوائح الإرهاب الأمريكية والسعودية. هذه الملفات وأكثر من موضوع قانون الانتخاب إلى موضوع قطاع الاتصالات وقطاع الكهرباء في لبنان، وكل الملفات التي تغلق الساحة الداخلية، إلى موضوع العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الوضع اللبناني، والقمة العربية الأمريكية المرتقبة مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض. سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي نائب رئيس حزب التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الوزير السابق نيكولا صحناوي. أهلا وسهلا فيك معاليك في هذه الحلقة. أهلا فيك مشاهدين. ملفات كتيرة، بس ما بعرف يعني إذا الوضع بالداخل اللبناني على كل تعقيداته ممكن يكون ملف أساسي بملفات المنطقة اللي هي اليوم جاية دونالد ترامب يحكي أو يناقش فيها بالمملكة العربية السعودية. على كل حال بأصل من هذه الحلقة سنبحث في ملف القمة العربية الأمريكية وما لها من تداعيات على الوضع اللبناني تحديدا، بس بدك تسمح لي بداية، اليوم نحن بوضع شوي كتير صعب، وضع البلد منه مريح. نحن قدام 10 أيام، اليوم 20، بعد 10 أيام تماما ولاية المجلس النيابي بتنتهي، ما بعود في مجلس نيابي، بيصير في نائب سابق، بيصير في مجلس نيابي سابق. إذا ما فتحنا عقد استثنائي أو حتى إذا ما أقرينا قانون أو أجرينا الانتخابات، نحن قدام معضلة، لوين رايحين؟ بعد عنا شهر و10 أيام. هلا الشهر بده عقد استثنائي، بس بده عقد استثنائي للشهر، بس هو بضل صلاحيته المجلس موجود يعني. بس ما بيحق له يعمل شيء، ان شاء الله راح يكون في عقد، بينتهي العقد العادي، كل المعطيات بتقول راح يكون في عقد استثنائي. في عقد استثنائي اكيد. ضمن اي اطار راح يصير؟ ضروره تسريع النقاش للوصول الى قانون انتخاب، مشان هيك راح يصير في عقد استثنائي. اكيد اكيد، لانه بعد ما انجز قانون انتخاب، لانه لو انجز بيكون الموضوع يعني صحيح هين انتهى. لا، في وعي لهذا الموضوع وفي اراده من الجميع انه نعطي كل الفرصه انه ما نفوت بالحيط. وعي واراده إيه؟ اللي ما قدرنا نعمل ب 7-8 سنين رح نقدر نعمله ب10 أيام. في وعي واراده من الجميع، هذا عم نلمسه نحن من الافرقاء التانيين، انه نعطي كل الفرصه لمن نوصل للمحظور اللي هو الفراغ او سيناريوهات يعني. رح احكي عن فراغ او 60 اجراء الانتخابات اللي بتفاصيلها. ففي اجماع على عقد استثنائي تنعطي الفرصه لاخر لحظه يعني. هل صحيح؟ قبل ما نكمل، اذا الرئيس دونالد ترامب يصل الى المملكه العربيه السعوديه، نزل من الطياره الان كما نشاهد في الصوره، الرئيس الامريكي في اول زياره له خارج الولايات المتحده الامريكيه، يصل الى المملكه او جوله خارجيه، يصل الى المملكه العربيه السعوديه وفي استقباله الملك السعودي الملك سلمان. رح نبحث بتفاصيل هيدي الزيارة وما لها من تداعيات على لبنان. خليني أعطيك ملاحظة. أنا أول شيء تفضل، أنا بلاقي الصورة إيجابية، يعني هذا رئيس انتخب وصار فيه كتير مخاوف من قبل الجميع على تصريحات عملها على نهج تطرف ديني، وهون عم نشوفه عم بيرد بالسعودية. أكيد هذا بيطمن شوي، لأنه في بعد لهلأ في خوف أنه يكون رئيس هجومي ويعني وما كتير يعني. هو كان في جزء من خطابه معادي للإسلام بفترة من فترات حملته الانتخابية. إيه، واضح إنه يزور المملكة العربية السعودية كمحطة أولى في أو في ضمن جولة في المنطقة، ويلتقي فيها قادة إسلاميين وقادة عرب ومسؤولين. هذا اللي عم بقول، يختار المملكة العربية السعودية. برأي حضرتك إشارة مريحة؟ إشارة مريحة أكيد، انه بدنا هالاديان الموجوده على الكره الارضيه تتعاون وتتفاهم وتتحاور.
على كل حال للحديث تتم بالملف الأمريكاني وتفاصيله أكثر ومعطياته وتحديدا ربطا بالملف اللبناني. بس بدي أرجع على موضوع أنه الانتخاب ورح نشوف الصور على الهواء رح يضل مستمر النقل لوصول الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية. اليوم هل فعلا التيار الوطني الحر رافض بالمطلق للنسبية الكاملة؟ النسبية على دائرة واحدة لبنان دائرة واحدة. النسبية نحن ولا لحظة رفضناها. نحن لأنه كل النماذج اللي نحن قدمناهم فيهم نسبية. صح. المختلط في نسبية، التأهيلي في نسبية، الأرثوذكسي في نسبية. فنحن بالعكس نحن نادينا بالنسبية. نحن بس عم نقول ليش عم نروح على قانون جديد؟ مش لنصحح التمثيل؟ طب ما هو التمثيل تصحيحه بده ينعمل تيصلح شو؟ اللي هو ربن بالتمثيل المسيحي. فأي صيغة بنحطها على الطاولة بدها تكون هي عم بتصلح هذا الشيء. فنحن إذا كان هذا التصحيح بيجي من قانون نسب في نسبية كتير أو شوي، نحن بهمنا النتيجة أنه يكون في تصحيح. شو الغبن اللي كان لاحق بالمسيحيين اليوم إذا بدنا نفصله بشكل سريع، وين كانوا مغبونين المسيحيين اللي تسعون اليوم لتصحيح هذا الغبن؟ تلت النواب من 64 نائب مسيحي بالمصنصفة، تلتهم كانوا عم بيكونوا عم بيتعينوا أو عم بينتخبوا من قبل المسلمين، يعني يا السنة يا الشيعة يا الدهوز. فهذا التصحيح هو الجزء، يعني بالأقل يكون تصحيح جزئي، ما هيك؟ لأنه هو التصحيح الكامل بيكون قانون أرثوذكسي، 64 نائب بينتخبون المسيحية، 64 نائب بينتخبون المسلمين. هو لا، هو في أربعة، هو يعني النتيجة لازم تكون 64 نائب مسلم 64 نائب مسيحي. عبول لن نوصل على تصحيح كامل بينتخبوا المسيحية نوابهم المسلمين نوابهم، هذا القانون الأرثوذكسي. بس نحن لأنه حابين نكون في شراكة وحابين نروح بالتدرج على دولة المواطنة، عم نقول نحن فينا نحكي بقوانين ما بيوصلوا 64 مسيحي بينتخبون المسيحي، مع انه هذا القانون الافضل بالنسبة لنا. مشينا رحنا على التأهيلة يلي هو صيغة بتسمح باثنان، يعني بتخلي كل اللبنانيين ينتخبوا ال 128 نائب، بس بتعمل مرحلة أولى يلي هن كل طائفة أو مش كل طائفة، كل إسلام يعني بأهله بكل قضاء، بكل قضاء بأهله اثنان، والمسلمين بكل قضاء بأهله اثنان، بس بعدين الكل بينتخب بين اثنان. ايه بس يعني أحسن. هلا ما كنت بدي فوت انا بتفاصيل هكذا قوانين، بس يؤخذ على التأهيلي او بالاحرى ضرب التأهيلي لانه كان يعتبر انه اكثر مغلف في غطاء نسبي، انت عم توصل للنسبة اللي بدك اياه بالاكثر. هلا بالاخر كل صيغه لها حسناتها ولا سيئاتها، بس المهم بقى انت عم في خلل اذا بدك بالمجموعات اللي عم تتنافس، وفي مجموعات عم بتحط ايدها على تمثيل من مجموعات اخرى. المهم تصلح هذا الشيء. هلا بالاخر اذا فيها اكثر نسبه اكثر اقل بمحل بتلعب لصالح النسبه، بمحل تلعب لصالح الأكثر، بصير تفصيل. أنت ما فيك تعمل قانون بيرفكت إذا في وجهة نظر مختلفة. لا يزال التأهيل قائم أم دفن؟ لا، ما دفن أبدا، بعده التأهيل القانون اللي أكثر أخذ أكثر مساحة توافق. مين إبلين فيه؟ من قبل نحن عنا موافقة حزب الله، موافقة المستقبل، موافقة قوات مع شوية ملاحظات، موافقة طلال إرسلان. فعليا اللي مش موافقين على التأهيلة هن الحزب الاشتراكي، وأمل كانوا موافقين ورجعوا تراجعوا عن موافقتهم، مع انه الطرح كان جاي من عندهم بالاساس، يعني هو الرئيس بيري هو اللي طرح مع بعض الفروقات. طيب لا، يعني الرئيس بيري كان يتحدث عن على اساس طائفي طرحه، مش على اساس قضاء. ثلاث مرشحين ومحافظه. لا كان اوكي، بس هو على اساس طائفه، يعني التاهيل طائفه مش تاهيل مناطق، تاهيل طائفه. اليوم اضافه للتاهيل الارثوذكسي اللي صار كثير بعيد عن النقاش، والتاهيل اللي يقول البعض اليوم انه اندفن، في قانون حكومه الرئيس نجيب ميقاتي يلي هو نسبي بالكامل على اساس دوائر موسعه فيها تكون 12 13 15، انتم ممكن تقبلوا بهذا القانون؟ يعني قبل ما نحن نقبله، بعد ما أخذ موافقة الأقطاب الأساسية إنه نحن عم نناقش فيه اليوم. حسب الله وحركة أمل بيقولوا اتفقوا على قانون وما عندنا مشكل، هذا ما نقل عنهم. أنتوا شو عم يوصلكم معطيات؟
نحن بنعرف انه في حزب اساسي بالبلد رافضه. اللي هو خلي المداولات اللي بتصير جوات الاجتماعات تضل بجوات الاجتماعات. بس اللي عم نقوله ليش ما منضل نحن لك بالاخر الاربع خمس اشخاص او ست اطراف اللي هن بالاخر بدهم يوافقوا او ما يوافقوا وبدهم يعدلوا شوي، لانه بتعرف في عده صيغ سقطوا. بدي اوصل انا وياك سقطوا على مقعد او مقعدين، يعني بدي اوصل لمحل شو القانون اللي بيناسب قياس الكل. عم بقول انه اذا بالغرفه المغلقه على مقعد ومقعدين سقطت، نحن هون ما حنقدر نسهل هذا الشيء او نساعده يوصل، وبالعكس بنساعد اذا خليناه هون يعني بقدر الامكان يكونوا مرتاحين بالحديث بين بعض. نحن فينا نحكي بالمبادئ. شو القانون؟ لنكون واضحين اليوم عم بيتفصل قانون عقياسات هودي الستة سبعة اللي قلت حضرتك انه هن اللي بيقرروا بموضوع قانون، بس مش عقياساتهم. مش مزبوط. انا كيف مش عقياساتهم؟ مش عقياساتهم، نحن عنا مصلحة. نحن تيار وطن حر، نحن بين 50 و55% عند المسيحية بأصعب ظروف. وقتها كان الدنيا كلها عم تحاربنا ونكب مليار ونص دولار ضدنا، نحن أخذنا 51% من أصوات المسيحية. نحن عنا مصلحة بقانون أكتر بخلينا نقش عند المسيحية ونلغي كل الأخصام. نحن عم نجم بنحارب على قانون رح يخلي، ما عم نقول واحد اول وثاني، ما هيك رح يخلي الزعامة المحلية، الاقطاع المحلي، الاخصامنا بالسياسة بقلب عند المسيحية، يعني كتاب قوات مرضى مين، يعني الاحزاب اللي منا نحن كلهم بيتمثلوا بالقوانين اللي ماشيين فيهم. فنحن مش عم نفصل عقياسنا، لا انا مش موافق انه نحن كلنا عم نفصل عقياسنا. هلا اخر شيء في محاور او احزاب بيطلعوا بهالقانون شو رح يطلع لهم، مش بدك الحقيقه مش بس بيطلعوا شو رح يطلع لهم، اوقات بيطلعوا شو رح يطلع له هداك، لانه هن بيفكروا انه هيدا الديناميك بالبلد او الاكتريه بالبلد كيف رح تتركب. في حرب على السلطه عند جزء من هدول. بما انه وصلنا لهيدي النقطه قبل ما كمل بموضوع قوانين الانتخابات، لماذا كثر الحديث في الاونه الاخيره عن ضروره ابعاد الانتخابات الرئاسيه المقبله عن قانون الانتخابات؟ هذا حديث نكب على الطاولة ما بعرف منين جاي، انه بعد ست سنين مين قادر من هلأ لست سنين يعرف شو رح يصير بعد ست سنين؟ النائب عقاب صقر بمقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بيقول أبعدوا معركة الرئاسة عن قانون الانتخاب، لأنه في اتهام انه القوات وقتها بينظروا للقانون عم بيحضروا أكترية بعد ست سنين، والطيار بس ينظر للقانون عم بيطلع بالأكترية بعد ست سنين. ليش عم تعملوا هيك انتو؟ مش مزبوط. لا ما عم بقلك اول شيء في انتخابات قبل الرئاسة. ما نحن اذا عملنا انتخابات هلا ومستحيل ما نعمل انتخابات بفوت البلد بالحياة، يعني رح يصير في انتخابات بعد اربع سنين، في انتخابات قبل الرئاسة صحيح، ما أكل أربع سنين في انتخابات، الرئاسة بعد ست سنين. حتما في مجلس جديد قبل الرئاسة، الانتخابات الجاية، يعني المجلس اللي بده قبل سنتين اللي بدي أو سنة من انتهاء ولاية الرئيس. إنه المجلس اللي بينتخب رئيس جمهورية مش هذا المجلس اللي بدنا نعمله هلا، المجلس الجاي. فهيدي اتهامات إذا بدك، لأن كل واحد بيعمل حرب نوايا على الآخر. بس في شيء أكيد إنه أنت إذا صححت التمثيل المسيحي يعني أمكنت انه المسيحية يجيبوا رئيس قوي. هالمرة نحن كيف جبنا رئيس قوي؟ بتحالفات معينة، وقنعنا حلفائنا ورجع اقتنعوا تيار المستقبل انه رئيس قوي افضل للبنان. بيعمل صحة بالتمثيل، بيعمل توازن، وقبلوا معنا والعماد عن طلع من بعد ستين ونص فراغ. مرت الجاي لازم يجي رئيس قوي من دون فراغ، من دون ما نضطر لنوصل بطريقة أسهل من هيك. لأنه إذا المسيحي موجود أكتر بمجلس النواب أهين أنه الكل يقول إيه هذا الموضوع ما فينا نطلع منه، بده يطلع القطب المسيحي القوي هو بده يطلع رئيس. ونفس الشيء للشيعة، يعني بالمحصلة بدنا معركة رئاسة قصة قانون الانتخاب. لا أنا ما بشوف هي معركة رئاسة قد ما هي معركة تصحيح التمثيل، الشراكة بالبلد، ولا معركة قوة داخل مجلس النواب وحجم أكبر. هلا اللي كنت عم بقول لك يا قبل، جزء من الأفريقا بيطلعوا بيطلع اللي بوجهه قدي ممكن يجيب بهذا الأمر، بيطلع بهالمعركة إنه صحيح انجبرنا نقبل برئيس جمهوري قوي مسيحي قوي، بس بنفس الوقت السلطة بلبنان منا بس برئاسة الجمهورية،
هي السلطة بتنبثق من مجلس النواب، مجلس النواب هو اللي بيعمل أكترية بتطلع مجلس وزراء، ومجلس وزراء هو اللي بيحكم. صحيح. فنحن إذا معركة مجلس النواب ربحناها، يعني الأتقال بمجلس النواب، أوكي خسرنا برئيس قوي وإصلاحي، بس بعدنا فينا نلقط السيستم بأكترية معينة بمجلس النواب. إيه أكيد إنه معركة قانون انتخابية معركة السلطة بالبلد. إيه أكيد. واضح. مين رح يربح؟ لا إن شاء الله نحن بنربح، يعني نحن الإصلاحيين، نحن جايين نغير البلد ونظبط البلد ونعمل بلد حضاري، دولة قانون، نبني الدولة. نحن عم نحارب تكي كيف بس رح تربح؟ مالك بس هيدي لا بدي أوصل لك لما أوصل لهيدي بس لأقول مين نحن وهن. نحن عم نحارب مجموعة ماسك البلد من 20-30 سنة. إيه؟ يعني شفنا نتيجة حكمهم بالفساد، بال بال ببناء الدولة، بالقوانين، بتطبيق القوانين، بالقضاء. بس في 12 سنة انتو كنتوا جزء من هيدي السلطة التحتية. من 30 سنة التحتية. من 30 سنة في 12 سنة انتو جزء من هيدي السلطة. لا بس هذا شيء من 2005، بس هذا مشحف كتير بحقنا. ها خليني اقول لك شغله، نحن بدك الواحد بدك كيف تحاسبه او تقيم ادائه على اساس قدرته انه ينجز. هيك اذا حطيته محل وربطت له ايد اليمين وايد الشمال، اجر الشمال اجر اليمين، انه طير او ركض، كيف بده يركض؟ ما هيك المهم يكون بده يركض. بدك تطلق له ايديه واجريه تا يقدر يركض. نحن وقت وصلنا على وزارات طنعتي مثل محل ما قدرنا ركضنا وانجزنا بسرعه البرق وضد كل الصعوبات وفوقنا عليها وقدرنا. مثلا مثل بالاتصالات غارم كانه كان عبد المنعم، تعرفوا الموضوع العشري، هلا بدي احكي بقطاع الاتصالات. هلا بحكي فيه. غارم هذا الموضوع قدرنا انجزنا، يعني عملنا 3G، عملنا 4G، عملنا ابجريد للسرعه 15 مره بالانترنت الفيكس و18 مره بالانترنت الموبايل بفتره سنه بس تك على عم جول. غير من الصعوبات، واكيد لو ما في صعوبات كنا عملنا اكثر. ولا بنحكي بالاكثر، وبالامل صحيح. بالامل يلي هيدي المرحله ان شاء الله هالمرحله عم تفتح امال كبيره. بس قصدي اقول بمحل بتفتح له بيقطع، محل بتسكر عليه شو بيعمل؟ بتقول له بعدين بعد سنين، بتقول له ما انت قاعد كنت معمل يا غيب، بس انت بتعرف مين موقفني؟ اذا انا عملت عقد وعملنا معمل على اليابسة، يعني على الأرض، وهالمعمل ما عاد انصرف له اعتمادات، ما في 3 سنين بعدين وينو المعمل؟ ما إذا أنت وقفته للمعمل، وهلا بده يكلفنا 300 مليون دولار بالتحكيم. للدولة اللبنانية. موضوع الكهرباء. إيه، فأنت بتقلي أنا بالحكم، إيه أنا عم بالحكم بس عم شد قد ما في لعجل، وإذا محل قدرت زمطت لقيني عجلت وعملت. اليوم كيف بدنا نلحق يعني توصلوا لمحل تقدروا تربحوا هذا المشروع؟ لانه حتى ما نحكي مشروع. عن فريق، لا انا مش هيدا مشروع فريق. انا مش رح احكي عن فريق، رح احكي عن مشروع. هذا المشروع الاصلاحي اللي برأي حضرتك اصلاحي، كيف ممكن خلال هالعشرة ايام من هون لعشرين شهر، لانه بداية نجاح هذا المشروع هو باقرار قانون يعني ينصف هذا الفريق الذي يقود هذا المشروع. اليوم بعد عنا عشرة ايام لتنتهي اول ولاية، وعشرين يوم لا يخلص العقد الاستثنائي الثاني، يعني عندنا 30 يوم. كيف رح تنجحوا؟ بسؤال بمحله وفهمان هم كل اللبنانيين هلا، وانا منهم، يعني انه هالمرحله كيف بدنا نقطعها ونوصل وقت كتير عم بيضيق. هي القصه وقت كتير عم بيضيق، وقت ضيق، ونحن كلنا عندنا هم وهاجس كيف بدنا نوصل نطلع من المأزق اللي نحن فيه. بس نطلع ايجابيا، يعني نطلع بشيء افضل بتصحيح التمثيل وهذا المشروع اللي عم نحكي عنه. بس بدي بس اقول لك بين هلالين قد ايه نحن ما بنطلع بالموضوع كفريق. لا انا قلت لك انا عم بحكي كمشروع، انت عم تقول كمشروع، بس انا بدي برهن لك انا متهم انه انا فريق، انا طيار وطني حر، نائب رئيس طيار وطني حر، فانا حتما فريق. بس انا بدي اقول لك انه ما بنطلع بالاشياء هيك. اليوم بالاتصالات اجا مدير عام جديد على اوجيرو اللي هو الاستاذ عماد كريدي. عماد كريدي مدير عام ورئيس مجلس اداره، ونحن عم نعطيه فول سبورت
يعني نحن قد ما فينا اول شيء اعطينا كل المشاريع اللي كانوا معمولين على ايامي وقفوا 3 سنين على ايام الوزير بطرس حرب رجع طلعوا الجوارير وكلهم مشيهم. ثاني شيء عم نعطيه فول سبورت انه كيف بدك تعمل لتنقل السرعه لتعمل فايبر اوبتيك تو ذا هوم لتتحرك بسرعه لتوطي الاسعار شو فينا نساعد. بتشوف التويتس تبعولنا البارح كنت صحيح. انا ب ب ب ب بعشا شو بسموه حكيت عنه بالمنيح. وكمان يعني نحن وقت منلاقي حدا جاي ينجز او جاي بمقاربة ايجابية ما بعود يهمنا من وين ولا من اي حزب ولا من اي طائفة ولا من اي منطقة. نحن بنطلع فيه انه هيدا جاي مثلنا بده يخلي البلد يقدم بسرعة بده يحسن لان اولادنا عم بيفلوا وكلنا عم نفلوا الاتصال عم بينهار ونحن احلى بلد بالعالم. يعني احنا قادرين نكون منصة اقليمية ودولية خاصة بتكنولوجيا المعلومات. يعني هذا الشيء اللي انا بعتبره يعني الأهم ملعبك ملعبي والأهم. ولكن لنرجع على المرحلة اللي نحن فيها معك هاو 30 يوم كلنا كيف فينا نلحق كلنا عنا حرص على هذا الموضوع. هلأ المشكلة وين؟ بما أنه المصالح هالقد كبيرة بما أنه عم تحكي عن مجموعات طائفية أو سياسية بتعتبر أنه خسارة نائب أو نائبين يعني مستعدين يعملوا ما بدي اقول حرب اهليه لهذا الموضوع بس مستعدين يحطوا البلد بخطر. هل في ناس هيك؟ واضح واضح. بدك تفهم شغله مش دفاعا عنهم ابدا لانه عم نلامس عدم المسؤوليه. نحن اعطينا كذا تنبيه بهذا الموضوع انه يا شباب انتبهوا هذا الموضوع ما بنلعب فيه. البلد بخطر ما فينا نحط البلد على حافه الهاويه. هاي اللعبه كتير خطره دائما بنلعبها نحن مش وحدنا عم نلعب. يعني ما ننسى كمان في اسرائيل في مخططات بالمنطقه ما فينا نوصل البلد دائما على حافه الهاويه. بس انا دفاعا مش دفاعا هيك بس تفهما انه بالبلد الاقليات كلها بتعيش قلق وجودي. هالقلق الوجودي بيخليهم اوقات يتصرفوا هيك ويصير اي خساره بيتمسكوا فيها تما يكونوا بخطر. نحن عم نجرب نقول لهم انه نحن عنا نفس الهاجس بس مش عم نفكر بس بالهاجس تبع طائفتنا او تبع مجموعتنا عم نفكر بهاجس الكل. تعوا كلنا نرتاح ونتشارك ونتضامن مثل ما نحن برهنا بعدة مراحل انه نحن نتضامن لبنانيا مع الكل باصعب ظروف. بس هذا الخطاب مش اول مرة انتو بتحكوا انتو دايما كنتو تحكوا هذا الخطاب بس لليوم ما وصلنا لنتيجة. ايه بس لحلك شغلي تعا شوف اللعبة كيف صارت. كيف صارت اللعبة؟ لحلك كيف تحسنت اللعبة. نتذكر من كم شهر كنا بين التمديد والستين والفرار والستين وقانون جديد. صح مزبوط؟ صح. في عدة لعيبة كانوا قايلين شو اللعبة هيدي بالاخر ما زبطت من مدد ولا ايش عين الناس اللي بدها تنزل على الشارع ونحن منهم ولا ايش عين المجموعات السياسية او الاحزاب مثل تيار الوطن الحر اللي عم بيقول لا مطلق للتمديد. بالنسبة لهم تمديد باخر شيء بيركبوه بيمشوا مثل ما ركبوه مرتين ومشيوا ما هيك. طيب اللعبة تحسنت اليوم ما بقى في تمديد. تيار المستقبل يعني رئيس الحريري اعلن انه هو ما بيصوت على التمديد. امبارح جريت الاخبار اولت امبارح رجعت لطشت من فكره انه قد يقبل تيار المستقبل عن جديد بالتمديد اذا وصلنا لمرحله ضيقه. معلوماتنا انه لا. اوكي. وبحال صار هالشيء نحن رح ننزل على الارض مع كل الشعب اللبناني واذا هن فكرتهم انه بيعملوا استقرار بتمديد نحن عم نقول لهم التمديد ما في استقرار. انتبه التمديد ما في استقرار. وبالاخر الاستقرار كمان حد تاني ما حدا بيحمل عدم استقرار اليوم بالبلد. صحيح. ما انا كنت بدي اسالك هلا في حال وصلنا للتمديد او الفراغ شو بدنا نعمل. ففي موقف الرئيس الحريري كان حاطط حد لهذا الموضوع. أوكي. بحال هذا الموقف تغير في حد تاني يلي هو انه التمديد هو عدم استقرار لانه نحن بالذات ما حنسمح بالتمديد. رئيس عم نحكي عن رئيس جمهورية عن تيار وطني عم نحكي عن 9 وزراء عم نحكي عن 21 نايب
كتل يعني انه الموضوع نحن والقوات مش نحن وحدنا. ما انا كمان اذا بدي ارجع رائب رفض التيار الوطني الحر بالتمديدين اللي قبل اللي كان التيار الوطني الحر رافضهم ووصل للمجلس الدستوري رجع كملوا التمديدين عادي وانتو كملتوا ايه بس مع انه كنتوا رافضين. اليوم ليه بدي اتوقع انه ممكن يروح البلد نحو لا استقرار وانتم بالتجربتين اللي قبل ما قدرتوا غير انه رحتوا على المجلس الدستوري؟ لانه هذا الموقف اللي اخذناه انه هالمره نحن بنروح ابعد من هيك. هذا موقف اتخذ ورئيس الجمهورية عم بيقول نفس الشيء من جهته يعني. فانا بقول لك ما في تمديد هيك مثل مرتين اللي قبلهم انه بتقطع وما بيصير شيء. لا التمديد في مشكل. طيب سكرنا راح التمديد شو بعد في الفراغ. طيب انت شايف انه في الافريقاء اللبنانية غيرنا نحن عم بحكي تيار المستقبل او الثنائي الشيعي قادرين يحملوا فراغ هلا بالبلد؟ قادرين يحملوا فراغ مش بس فراغ بمجلس النواب. اليوم في تهديد بشكل تقريبا مباشر من محيط رئيس مجلس النواب بانه الفراغ قبل ما يوصل على مجلس النواب رح يوصل على كل الدوله. مش فاهم. انا مش عم بقول فراغ محل ومش محل، عم بقول فراغ بالبلد. برايك هدول الفريقين بالوضع الاقليمي اللي احنا فيه هلا، قمه الاسلاميه او الامريكانيه الخليجيه، هذا المشهد اللي نحن عم نعيشه والقلق اللي عم نعيشه كلنا وهن بالذات هالفريقين، انت بتلاقي مع كل الجهد اللي عمل تنعزل لبنان عن العاصفه اللي عم بتهب المنطقه وعن مشاكل سوريا وهالتوافق اللي وصلنا له من بعد وقت طويل وحفاظا لمصالح اللبنانية كلهم ومصالح الفريقين بالذات، ايه بنروح على الفراغ؟ نو فعليا ما حدا بده فراغ، ما حدا بيقبل مش ما بده فراغ. مش بس انه هيك ما حدا بيحمل ما بيحملوه ما بيحمل فراغ. طيب راح التمديد راح الفراغ شو بقي؟ قانون جديد او الستين؟ الستين في فراغ ثلاث اشهر. سو انا عم بقول لك رح نروح على قانون جديد، مش لانه كلنا اذكياء وكلنا متنورين، رح نروح على القانون الجديد لانه في حيطان. مجبورين نمشي. منيح انه في حيطان، لو ما في حيطان ما في قانون جديد، لانه القانون الجديد بده ثقه، بده التفهم، بده قبول الاخر، بده قبول بالشراكه، بده قبول بالاحجام، بده في ناس حجمها هيك بدها تقبل تصير هيك. انه ليك مش هين الواحد يكون معود يكون حجمه هيك ولو كان اخذها من غيره وتقول له لا بدك ترجع على حجمك يعني. يعني مش شوف في داعي لا بدي كمل فكرتك تفضل. مش هيني عم بقول انه فريق سياسي ومتجذر هالقد وعنده مصالح هالقد مين ما يكون انه يقبل يرجع ينزل حجمه. مش هيك عم اقول لك منيح انه في حيطان، لانه هالحيطان رح يجبروا الجميع انه يتوافقوا على شيء، وهذا الشيء بيتم للاسف بالبلد اخرتك. معودين نحن اخرتك معودين، ان شاء الله ما يصير شيء كارثه قبل، لانه لعبه شو هاي اللعبه شو خطرها إيه؟ شو خطرها انه اذا صار شيء قبل مش متوقعينه بكره حرب شيء شغله شو بنعمل؟ بعد الفاصل الاعلاني بدي اسال في هذه المرحله اذا قرينا قانون جديد كمان بدنا وقت لنقدر ننفذه في مهل في دعوه هيئات ناخبه، شو بدنا نعمل بهذه المرحله؟ هل نحن ذاهبون الى تمديد تقني؟ رايكم بالتمديد التقني وماذا لو وصلنا الى الستين اللي هو فعلا فيه فراغ او تمديد تقني يحتاج الى تمديد تقني، شو ممكن تعملوا انتم على الستين؟ فاصل قصير نعود بعد المتابعه هذا الحوار. عودة لكم مشاهدينا ولنهاركم سعيد لليوم السبت 20 أيار 2017، وضيفي نائب رئيس حزب التيار الوطني الحر الوزير السابق نيكولا صحناوي. معليك في كمية كبيرة من الأسئلة على السوشيال ميديا، رح أتركن لبارت اللي هي أسئلة الناس اللي رح تجاوبنا عليهم، بس لكمل بموضوع قانون الانتخاب لأنه بدي انتقل إلى ملفات أخرى بالداخل اللبناني. اليوم عم تقول حضرتك أنه نحن قدام حيطين ومجبورين نوصل لقانون انتخاب. إذا وصلنا لاتفاق على قانون وأغلب الظن سيكون
جزء يعني اذا مش نسبيه كامله جزء كبير منه نسبيه. اللي مبين لهلا انه رايحين على النسبيه الكامله والنقاش عم يدور حول الدوائر وكيف التقسيمات بدها تكون. اليوم مطلق قانون بحاجه لوقت، نحن شو بدنا نعمل مجلس النواب؟ بس تنكى على النسبيه منكون هدرنا فرصه للبلد مش للمسيحيه بس. اذا رحنا على النسبيه ما رحنا على التاهيله. إيه؟ إذا رحنا على النسبية يعني بمعنى دوائر وسطى نسبية بلا تأهيلة يعني بلا ضمانات اللي كنا عم نحكي عن اللي كنا نحكي عنها منكون خسرنا فرصة إنه نطمن بعض بطريقة مستدامة. مش نطمن بعض هلأ اليوم هيدا عم بيقول له لا ما تعتل هم وشوف ولا ويكبك، بس بعد سنة سنتين ما بعرف ممكن ترجع تقلب التحالفات، ممكن مصالحنا تصير أهم، ممكن معنود بخطر معنود عايزينك. عم بحكي مسيحية للشيعة، الشيعة للمسيحية، مسيحية للسنة، سنة للمسيحية. تعرف وقت الوضع أقليميا عم يغلي كل بحس انه عايز التاني وبقل بنوقف مع بعض، بس وقت بيرتاح الوضع وفي مثلا محور ربع محور بدك تشوف اذا بعد الصدق بضل ماشي بكل الميلات. فاذا بدك تجي انت تطمن الكل بطريقة مستدامة بدك توقف العداد. Very important انه الكل يستوعب هذا الموضوع. توقيف العداد منه بس لصالح المسيحية يلي هن عم بيقولوا عداد النواب لا عداد الديموغرافيا عداد الديموغرافيا انه انتو بيطلع لكم هالقد لعندكم هالقد بس تصيروا اقل بدنا نجي نقول بدنا يطلع لكم اقل او انتو لانكم اقل عم بتصوتوا بس هو حدا دق بموضوع الديموغرافيا. ما احنا 64 ب 64 مناصفه اوكي بس مين بيطلعون اذا عندك ليك اذا بسوريا في 64 نائب مسيحي شو مين بيطلعون مع ان المسيحيه 10%. سو اللي عم اقول لك ايه انه اليوم انت المسيحي كتير بتطمنه بتطمن الخوف الوجودي تبعه وقتها بتقول له ما في عداد انت بتطلع نوابك او بتقليل او بالقليل بتأهلهم بتأهل ما بجيب لك انا واحد معه ما عنده اي بتطمن النسبية ما بجيب لك واحد ما عنده اي تمثيل حقيقي انا بنقيه عنك انت عم بتنقي اثنين وكلنا عم نشارك ب أيه لح ننقي كلنا سوا. هيدي توقيف العداد منا قصة صغيرة. وإذا بدنا نقارن الأقليات بلبنان برجع بقول كل الطوائف بلبنان معرضة للخطر وكلها عندها خوف وجودي. ما في واحد منا حيش إنه ما في ممكن تيجي حرب تشيله تبيده تدمره لأنه عشناها من كل الميلات. الشيعة عشوها، السنة عشوها، المسيحية عشوها، الدروز عشوها. كلنا عندنا خوف وجودي. بس مين الأكثر شيء بخطر؟ مش المسيحي؟ مين اللي بعد بالمنطقه ما بقى تقريبا ما بقى في بلد اذا فيه. اذا بدنا نروح على الطوائف كل طائفه بتقول انا مهدده ما المسيحيه ايه المسيحيه رح يقولوا انه نحن يمكن لبنان هو الدوله الوحيده يلي بعد لنا وجود فيها وعم نتهجر من كل مناطق العالم والدروز بيقولوا نحن مهددين. لا بس انا اعترفت انه الكل بخطر وجودي. انا عم بوصف الموضوع 100% كلنا بخطر وجودي. السنة اللي هناك تقريبا المنطقه كمان بلبنان بخطر وجودي. الشيعة بخطر وجودي ب 2006 انحكى انه بدهم يبعثون على العراق كلهم سوا. اكيد الدروز لانه قلال اقليه والمسيحي. بس انا عم بقول هلا بتطلع باخر خمس سنين وين بالعراق تهجروا المسيحيه فلوا بسوريا فلسطين اساسا فضيت بالمصر كل يومين منوع على كنيسه عم تتفجر. بعد في لبنان صامد نسبيا. طيب اذا الكل موافق انه لا المسيحيه جزء اساسي من هالبلد لانه تكون لانه موجودين فيه ولانه عاطين نكهه كمان للبنان استثنائيه وهذا الرئيس الجمهوري الوحيد المسيحي بالمنطقه معناتها بدنا نطمنهم. ما في الا قانون بيوقف العداد بيطمنهم بطريقه مستدامه. الباقي بيصير هلا لح نتفاهم وما تعتلوا هم ومنجيب كلنا سوا هذا. بس انت بتطلع بالديموغرافيا عم تنزل. فانت اذا بدك تطمنهم بدك تقول لهم لا ما بقى نطلع بالديموغرافيا نعطيكم حقوقكم مهما تحرك العدد تبعك. طيب سؤال اليوم ليه بدنا نروح على اطار طائفي هالقد بالوقت انتو عم تنادوا بدولة متقدمة والدولة المتقدمة عادة بتكون ابعد من الطائفة. اكسلنت بيرفكت لانه لحلك ليه نحن هلا بحاول شيء من بعد اللي قلته رح يبين غريب. نحن جد علمانيين بالطيار
وانا عم بشهد هون لانه انا عايش بقلب الطيار، اجتماعات من ابو كلعشية، بعرف الشباب من الشمال لجنوب. ايه. نحن علمنية يعني بمعنى ما منميز الشخص عن التاني على اساس طيفته. منشوف واحد ابضاي ما بنعرف اذا هو شو طيفته، منشوف واحد ادمي ما بنعرف شو طيفته، واحد ازعر ما بنعرف شو طيفته، هو اخر هم عنا. الازعر ازعر والابضاي ابضاي وال 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 والمهنة مهنة. نحن من اي من الناس كلهم مثل بعضهم. بس لنطلع من الوضع الطائفي اللي احنا عايشينه. ايه. لانه الافريقاء التانيين طائفيين. ايه. طائفيين بكل اجتماع، بكل لحظة، بكل محل، بكل مفصل. ايه. عم نحكي عن بتعرف شو قصدي، يعني انه افريقاء بالسياسة اللي عم تناقشوا انتو وياهم انه بتتوقف المصريات لوزارة باكملها او لجهاز لانه في ضابط من طائفة الشيعية بس ما نقوا الثنائي الشيعي، نقوا التيار المستقبل او الوزير بهذا، توقف المصريات وكل شيء يعني بعد شوي بيختنق كله سوا الجهاز. طيب ما اوكي مش عم بقول شيء، صعب ما تيجي تقولوا لنا بعدين انه انتم علمانيين. لا ما انتم لما بتنادوا بالعلمانيه وخطابكم على حقوق المسيحيين ما في علمانيه. بس لح جاوبك انه هيدا العلمانيه بدها انه نكون هيدا الوضع ننتقل سوا لوضع مش هيك. ما هيك صح، للناس ما تعود علمانيين ما تعود طائفيين، وللافريقاء اللي قاعدين على الطاوله يبلشوا معنا يبدوا عن جديه بالانتقال لوضع افضل. ما هيك. طيب هذا الشيء اللي قلنا نحن تعالوا نروح على مجلس شيوخ وعلى مجلس نواب، المجلس النواب بينعمل على نسبيه كامله ايه؟ ومجلس الشيوخ لانه هو ضماني بيكون على القضايا المصريه، بيكون ارثوذكسي مجلس الشيوخ، بيجيب البيور طائفي 100%. بس شو بتكون عملت؟ لا نرجع على العداد، بتكون وقفت العداد بالمجلس الشيوخ. ايه؟ طيب يا وبنروح على العلمانه كلنا سوا، ومجلس الشيوخ هو اللي بيعنى بالامور المتعلقه بالطوائف واي امور مصيريه بالبلد. هيدا الصمام الامان اللي هو مجلس الشيوخ بيصير هو بمجلس بقانون اورثوضكسي، دونك بيوقف العداد. ما حدا ضد هذا الشيء، مين اللي عرقله؟ نحن حطنا قلنا بكره الصبح بنروح عليه. تروحوا بكره على بكرة على انتخابات طارحينه. إيه؟ بكره بنعمل انتخابات على قانون نسبيه كامله. إيه؟ ومنروح على مجلس شيوخ على اساس قانون ينتخب طائفيا القانون الارثوذكسي. إيه؟ يلا بكره الصباح. مين اللي معرقله؟ انا ما قلت انتم معرقله، انا عم معرقله. مش بدك تشوف ما يلي حطوا له شروط هن بينسوه للمشروع. مش ناوي اليوم تذكر اسم. ليه بدي خانق الكل؟ بس انه الكل بيعرف يقرا. إيه؟ شوي بيعرفوا ما في جدية بالانتقال لوضع علماني تدريجيا. بس أنا عم بقول صحيح عم نحكي طائفيا، صحيح عم نحكي عن تصحيح تمثيل لصالح المسيحية، لأنه الوضع هلأ كل عنده خوف وجودي، والمسيحي ممكن أكتر من غيره لأنه بالمنطقة استهدف أكتر من غيره، ولكن الكل عنده هالخوف. نحن عم نقول تعالوا نطمن بعض بطريقة مستدامة مش مرحلية مش ظرفية بقانون بيوقف العداد اليوم. وإذا بدكم نروح على تدريجيا على علمنا، أول فشخة بتكون مجلس شيوخ مجلس نواب، وتعالوا نعمل زواج مدني اختياري هنا. إنه ما بعرف هذه الدولة المدنية كلنا الكل عم بيطالب فيها بالجد. المينيموم جدية بهذا اللي بدي يجي لنا تعالوا نروح على العلمنا. المينيموم جدية زواج مدني اختياري. لك اختياري يعني ما حدا مجبور. ما بتخيل يعني جزء كبير من اللبنانيين، يمكن واحد زلمه بكل لبنان بده جزء يعني كبير من اللبنانيين مع هيدا الطرح. بس انا عم بحكي كمجلس نواب اليوم بهودي ال 20 30 يوم اللي فاضلين اليوم، ممكن نلحق نوصل لاتفاق على انشاء مجلس شيوخ وقانون انتخاب؟ الرئيس بري قال النسف مجلس شيوخ سكر الموضوع. بس نحن زعلنا انه سكر الموضوع. نحن جديين. نحن انتوا كنتوا متهمين بانه انتوا اللي نصفتوا طرح الرئيس بري. اعوذ بالله اعوذ بالله. نحن عم بقول لك شغله، نحن هلا عم نرجع بنقول هذا شيء طرح على التلفزيون وعم ينعمل بكل الجلسات. الوزير بسيل عم يعمله بكل الجلسات. نحن جديين انه بكره نروح على نظام جديد في قانون انتخاب على النسبيه الكامله على مجلس النواب ومجلس شيوخ على القانون الأرثوذكسي بالقضايا المصرية. بكرة بالصبح بنروح عليه، بكون هيدا
انتقال تدريجي على دولة المواطن اللي هي بدها وقت وبدها قوانين وبدها تربية وبدها كتير اشياء، بس نحن جاهزين بدنا نقلع بمحل اول خطوة، بدنا اول خطوة جاهزين اول خطوة. هذا الشيء انحكى مع تيار المستقبل ومشيوا فيه، يعني تقدم هذا الحديث مش نحن وقفناه، تقدم سريعا بموضوع قانون الانتخاب. لإلحق كمان أسألك أسئلة الناس عن موضوع قانون الانتخاب والديموغرافيا، لأنه كتير عم بيكون في مشاركات على تويتر وفيسبوك حول هيدا الموضوع. اليوم إذا اتفقنا على قانون، نحن ما فينا نعمل انتخابات أسبوع الجاي أو اللي بعدها، بحاجة لوقت. إذا صار اتفاق على قانون، نحن سنذهب إلى تمديد تقني؟ ما بقى في مهرب منه برأيي يعني. أوكي. مش ما بعرف مش وممكن توافقوا عليه انتو اذا كان في اتفاق على قانون. نحن من الاول قلنا اذا اتفقنا قانون جديد وفي تأجيل تقني لثلاث اشهر بنعمل انتخابات من بعد الصيفية، شو يعني ما حتفرق عشرت يكون في قانون وتاريخ. اذا في قانون وتاريخ هذا تمديد، منه تمديد فعلا. تقني بمعنى منه يعني شو ثلاث اشهر ما حيغيروا، ما حيصير في تشريع بهالثلاث اشهر. اللي نطق 8 سنين بينطق 3 اشهر، بس ما بينطق 3 اشهر من دون اي اتفاق. في قانون وفي تاريخ. واذا لم نصل الى اتفاق، تقول المعطيات انه قد يلجا العماد عون الى الماده 25، او حتى هناك قد نصل الى اتفاق بين الافرقاء السياسيين انه فشلنا بالاتفاق على قانون، فلنذهب الى قانون الستين بعد 3 اشهر. ليك في كتير حلول اذا وصلنا على المحظور. بس انا بحذر لانه هذا قد ما يكون في حلول هو عم تفشخ بالمجهول. وعشناها بتاريخ لبنان عده مرات، يعني الواحد اللي تفركش مره ومرتين يعني ما بيتسامح يتفركش ثلاث مره، انه كي مكلفه للبلد. شو رح تكون كلفتها هالمره؟ ما بعرف، انه بتفوت فيها ما بتعرف شو، لانه عم تحذر يعني خايف من شيء. مالك ما بدها دكتوراه بالعلوم السياسية. نحن بمنطقة هابة كلها سوا، ومصالح ومحاور ونفط وغاز وإسرائيلية وروس وأمريكان وإيرانية وسورية وسعودية وخليج وسنة وشيعة، بدنا نيجي هلا نحط حالنا عرفت عيد اللي بيوقف على شفير الهوي بيوقف على الحبل وبيقول عم يدوزن ليك، وبيعرفوا هالشي. ما نحن كلنا مبسوطين انه طلعنا من هيدا الاكيليبر الانستابل تبعنا، وقت عملنا اتخذنا رئيس جمهورية قوي وعملنا حكومة وصار في الفة ليك في وضع احسن. ما نرجع نحط حالنا بوضع اسوأ وبفرار دستوري وبفرار مؤسساتي وفرار ميثاقي. لو كنا باوروبا ما بقولك سويسرا اذا قطعت بثلاث اشهر انه بفرار حيصير شيء ماكسيم أبتي بيخسروا شوية مصاري. قبل ما انتقل لملف الاتصالات وملف الكهرباء والاتصالات، حضرتك جزء أساسي من هذا الملف، بدي أسأل بالتفاصيل، بدي أسأل تقنيا وسياسيا شو عم بصير اليوم بالقطاع، لأنه كنت وزير اتصالات وبتخيل بتعرف تفاصيل جوا. في شوية أسئلة متعلقة بالمحور اللي كنا عم نحكي فيه اللي هو قانون الانتخاب على السوشيال ميديا. طه بيسألك أي نسبية كاملة تتحدثون، وأنتم من رفضتم النسبية في الأساس؟ لا بالعكس. أول شيء الرئيس الجمهورية اللي هو كان رئيس التيار قبل ما يصير هو رئيس كان أول المنادين، كان أول منادين للنسبية. بس اليوم ونحن بعدنا لليوم عم نقول النسبية بتسمح إنه ما حدا يلغي التاني. وكل المشاريع اللي قدمها الوزير باسيل فيها نسبية كلها. برجع بقول هو بيعرف الأرثوذكسي في نسبية، تأهيلي نسبية كاملة، أرثوذكسي نسبية كاملة، تأهيلي نسبية كاملة. المختلط هو نص نسبية نص أكثر. يعني ما في ولا قانون نحن حطيناه على الطاولة ما في نسبية. طيب كمان طه بيقول لك العلمانية بتمنعني اشتري بمنطقة الحدث مثلا. أعوذ بالله، مش هيك. لازم يعرف طه شغلي انه انا علماني. طيب بعد في زينات سائلة عن الكهرباء، راح اسأل ببارت الكهرباء، عم تسأل عن البواخر. عباس زهري بيسألك عم تحكي عن الديمقراطية، ليش ما بنعمل احصاء جديد بدل احصاء 1932 وكل طائفة تاخد حجمها؟ للأسباب اللي ذكرتها، انه المسيحية لازم تطمنهم وكل الطوائف بلبنان لازم تطمنهم. نحن عايشين بوضع، الوضع 1932 كان افضل من الوضع هلا بمئة مرة. شو ما كانوا الاعداد
ما كانت المنطقة عبيدات كان بعض طوايف ومحاور بهالطريقة. كانوا اللبنانية ايد بايد لشيلوا الفرنسي ولشيلوا الاستقلال. يشوف المسيحية بالمنطقة عباس صاحبنا بنسلم عليه يشوف المسيحية بفلسطين وبالعراق وبسوريا وبلبنان وبمصر ياخذ احصاءات المنطقة. جو بيقترح كمان أن يأخذ النائب 50% من أصواته من مذهبه، 50% البقية من الآخرين، نسبيا بمعزل عن حجم الدائرة وعدد الناخبين، خصوصية مواطنة ووقف العد. ما فهمت سوري ما لقت شو هي هيدا اللي كاتبه صراحة. بتخيل قصده أنه حل نوع من الحل شي تأهيلي، يعني نص الصوت من مذهبه ونص الصوت من منطقته. بدنا ندرسه. أظن هيدا طرح بيشبه يمكن طرح التأهيلي يلي طرحته. أبعد من موضوع الانتخابات، بتقول زينات فلنسأل ضيفك الوزير الصحناوي أين فاطمة جويل 24 على 24 كهرباء؟ سؤال كتير حلو. الوزير سيزار أبي خليل، لأنه هيدا تكملة للمحور الأول يلي الانتخابات. لأنه أنا برأيي الهجمة على موضوع الكهرباء سببها الأساسي هو الانتخابات. الوزير أبي خليل وقت استلم إجا قال نحن إذا بنستأجر مش مستأجر سوري من نشتري كهرباء من بواخر ونمشي بالبروسيس بوافق مجلس وزراء، بنعمل مناقصة مجلس وزراء وكذا وكله بيمشي، أنا بوعدكم أنه بالصيفية في 23 ساعة كهرباء بكل لبنان. بس ما لنا شغل صغير، انتبه بس بنرجع على سؤاله. ما لنا شغل صغير انه نحن من وضع كارثه كلنا بنندب حظنا نوصل فجاه ل 23 ساعه كهرباء عفتوره عبء على كل اللبنانيين. عم ندفع فاتورتين نحن، ايه، وبتاخذ ثلث الطاقه تبع البيت لانه بيعطيك 5 امبير ومدري شو، يعني الوضع كارثه. بيحترق البراد، بيحترق، يعني كلنا عايشين صرنا 20 سنه. اوكي، من هذا الوضع لبعد شهرين ثلاثه 23 ساعه بالنهار حلم. مين بيتأذى من هذا الحلم؟ هذا السؤال. بيتأذى اول شيء اكيد مافيا الجنراتور، هذا الكل بيعرف هذا الشيء. بس ثاني شيء بيتأذى يلي ما بده التيار الوطني الحر يجي على الانتخابات، انه صار في كهرباء 23 سنه 23 ساعه بالنهار، انه هيدي مشكله كبيره. مهما كان القانون ما بنعرف شو القانون بعد، لا ما في اتفاق قانون. بعدين في معركه انتخابيه، مظبوط. طيب بدك تيجي بتعمل لهم كادو براسهم لقلهم، بتعمل كادو للطيار بتسمح له يجيب لهم 23 ساعه كهرباء قبل الانتخابات بثلاث شهور؟ شو مجنون انا؟ قاسية. فهي الحرب جاي من هون، لانه بكل المعايير الموضوع شفاف. هذا اللي كان بوجهة نظر الفريق الآخر، هو يقول انه لا، مش قصة انتصار تيار وطني حر، قصة انه الخزينة اللي متضررة مش نحن المتضررين. يلا. الخزينة اللي متضررة في صفقات، في ريحة عم تطلع من هيدا الموضوع، ما في ولا ريحة ولا شيء، لازم نوقفها. يلا، ما في ولا ريحة ولا شيء. الموضوع كتير سهل. الطرح اللي عامله الوزير أبي خليل، اول شيء بالقوانين، انا مني محامي بس المحامين عندنا بالتكتل درسوه فندوه بيرفكت. اخذ موافقه مجلس وزراء، دفتر الشروط اخذ موافقه مجلس وزراء، قال لهم وين بدكم نعملها؟ قالوا له لا، تعملها بالوزاره لانه المؤسسات العامه بتعملها بالوزاره، بالوزاره مش بترجع لمجلس الوزراء. المناقصات السعر، عم تشتري طاقة انت، عم تشتري ارخص من بتكلفك اذا انت عملتها. يعني اليوم اذا انت الـ EDL بتنتج ب 12 سنت، الجنراتور بتشتري ب 18 سنت، وبسوريا بتشتري الطاقة، بتشتري الطاقة من سوريا ب 16 سنت. طيب انت عم تمضي عقد بالطاقة اللي حتكلفك 11 سنت. الطاقة اللي حتكلفك 11 سنت. سو انت ارخص من الطاقة اللي انت بتعملها، اللي انت عم تولدها ومن اللي عم تشتريها، ارخص من اللي عم تشتريها. سو بالمصريات احسن. بالمصريات للناس، مش مصريات للدولة، مصريات للناس ارخص، لانه ما بعد بدهم يدفعوا جنراتور. سو هي تعرفي رح تزيد شوي. أوكي. بس انه اخر شيء
باخر الشهر رح يلاقوا فاتورتين رح يوفروا يجمعوا فاتوره بطاقه اكثر لانه هن عم يشتروا ثلث الطاقه من الجنراتور بهون مش اخذوا الطاقه كلها من الدوله. اوكي سو فهمت القصد. هي الفكره لانه انت جيت هلا عم تقول حضرتك ارخص بس كمان في مين عم بيقول مش الفاتوره المشكله مش بالفاتوره وبسعر الفاتوره اللي بده يجي المشكله بحجم الصفقه يلي قد تكون اكبر من انشاء مصنع في لبنان انا بدي استاجر على 3 سنين بتكلفه اكبر من اني عمر مصنع بلبنان وهيدي نقطه والنقطه الثانيه قصه المناقصات يعني هناك فريق يقول وهيدي شرح الوزير سيزار ابي خليل بمؤتمر صحفي انه نحن مؤسسة بتعمل مؤسسة عقودة بالوزارة ما بترجع لإدارة المناقصات لأنه مش وزارة اللي عم تعمل هذه المناقصة مؤسسة كهرباء لبنان اللي عم تعملها بس كمان في مين بمجلس الوزراء يقول إن نحن اتفقنا صار في اتفاق داخل مجلس الوزراء أنه هذه الخطة أقرت ولكن أي تحرك داخل هذه الخطة بدنا نرجع لمجلس الوزراء لا بس هو ما هو الفرق هون هو بمجلس الوزراء تعهدوا انه هذا الموضوع ما بيمشي قبل ما يرجع مجلس الوزراء صحيح وانتبه وقالوا وقتها بمجلس الوزراء مش بالأكترية بالاجماع صحيح يعني احنا بنجيبها اذا في اي حدا عنده ملاحظه بنضل نظبط لحديت ما تخلص لانه بنعرف ليك في تجربه اخر شيء مشينا دير عمار هلا هذا الجواب دير العمار على قصه ليش الباخر وليه مش معمل لانه مشي دير عمار ووقفوا الشباب مش بمجلس وزراء وقفوا ما عادوا يدفعوا سو انت بالاخر وزارة المال وقفت الدفع فانت بالاخر محكم انه يكون في اجماع مش هيك عم نقول وين هالبانيك من وين اجت ما هو الفكرة اثنين عطوه اوكي عطوه اوكي كلفه البواخر على بجعلك على البواخر على بجعلك البواخر بس اني عطوه اوكي واوكي مشترط هو قال لهم انا عم بقول لكم رح حط شرط على هذا الاوكي انه برجع خلص وبرجع لعندكم وما ممشي شيء قبل ما كلكم توافقوا لانه في تجربه سابقه او لانه اصلا هذا موضوع لازم يكون في اجماع وين البانيك عشو ما في شيء هيدي واحد اثنين قصه الكلفه انت عم بتقول انه هن عم بيقولوا انه معامل على الارض احسن من بواخر اكيد نحن دعاة هذا الموضوع اكيد وهيدا كان من ضمن الخطه انشاء مصانع بس فتره بناء المصانع فاتي ما قيل الاولي كان لازم تفل هلا مظبوط طيب ليه ما فلت لازم تفل قبل لا قفل ليه ما بدها تفل ليه ما فلت لانه بجينا لنعمل معمل ما عادوا دفعوا مصاري عليه وقف المعمل وقف البناء المعمل طيب انا انه ما عندي على الارض لانه ما عم تخلوني اعمل ارض وانا حابب استغني عن البواخر بس كيف استغني معناه طب انا نشتري من جنراتور يعني اذا بالاخر بدك معدل طاقه بالبلد معين اذا نزلت تحت منه بصير في يا بدك تشتري من جنراتور تقول له للمواطن دبر حالك يا بدك تامن له يا تشتريها انت بس بدك تسمح لي بسؤال من وجهه نظر الفريق الاخر اليوم لما بيقولوا انه في ريحه صفقه بملايين الدولارات عم تحكي يمكن بتوصل لمليارات نائب جميل قال 800 مليون وفي ناس قالوا مليار في ناس قالوا مليار و800 هي حجم الصفقة في مليار رايحين لبرا و800 هن أجار البواخر والنائب جميل قال العكس قال 800 رايحين لبرا ومليار حجم البواخر بس اليوم لما بدنا نوصل لهيدا المحل في هالقد ريحة على الموضوع وانتوا لطالما كنتوا رواد بموضوع مواجهة الفساد اليوم كيف تقبلوا تسكتوا وفي حكي عن صفقة أعوذ بالله كيف نسكت أعوذ بالله تكي اللي هي رمي الشبهات ما في اهيا منه بيطلع نائب على التلفزيون بيقول هيدا الشيء اللي صار في عمولات بملايين الدولارات انا صارت معي انا طلع نائب وقطاع الاتصالات انه انا صفقه اشتروها مع فينسيت تاتش او الفا فيها 60 مليون دولار ربح قال حق الانتين هالقد ونحن اشتريناها بالقد فالفرق عمل فرق على المكنه تبعيته ها في 60 مليون سرقوا انه هيك الواحد بيزيد تهمه راح حقق القاضي ثلاث شهور ورا بعض بديوان المحاسبه وطلع بعمل بعدين فرمان خطا مش مزبوط حققنا مش مزبوط خطا ما في شيء كذا من نوع قريتها انا انبسطت رحت قريتها كلها على التلفزيون قد ما عبالي قال له انه ما في الواحد يتهم الناس بالسرقه هيك بمكنه شو عم بيع خيار وعم يشتري خيار بالكيلو
رمت هدول الاتهامات فارغة لدرجة انه احدهم اللي عم تحكي عنه راح طلع بالجريدة انه غانا شاري الطاقة بأرخص ومش هناك عمل الفرق بين غانا وبين الصفقة اللي نحن عاملين. طب ما هو ما فهمان كيف بيركبوا السعر. راحوا تحققوا الشباب سألوا الشركات اللي عم تشتغل بغانا قد ايه عم بيعوا الطاقة، طلع معهم بغانا عم بيعوا 19 سنة. طب نحن عم نشتريها ب 11 سنة. كيف يطلع نحن سعرين 800 مليون؟ هلا ما بعرف شو رح يعملوا بغانا، يمكن تطير الحكومة تطير شو بيصير بغانا. من ورانا شاريين الطاقة بأرخص سعر بالعالم. ايه لانه كتير فوضنا وكتير وطينا السعر وما قبلنا ورجعنا ونزلنا ورجعنا نزلنا عيام الوزير بسيل ولا عيام وزير ابي خليل. نحن عم نشتري الطاقه بارخص سعر وبيطلع بالاخر انه لا عاملين عمولات. ايه اتهمتوا بشكل مباشر انه في عمولات وانه من وضع الابراء المستحيل ما بيحق له اليوم يروح على محل. اوكي شو بعمل انه شو بعمل انه فيك تطلع بالعذراء وتتهمه، بس هي العذراء يعني انه بالاخر فهمت قصدي انه إن شو بتعني العدد بدها تيجي تبرر حالها؟ مناقصة شفافة، الأسعار بالعالم كله هذا أرخص سعر بالعالم، أرخص من ما بننتج، أرخص من ما بيشتري المواطن، أرخص من نحن نشتري من سوريا. اليوم شو يعني كله مضبوط، آخر شيء بتطلع فيك بيقول لك أنت عاملين. اليوم شو رح يضمن لنا إنه نجيب البواخر وما تتعمر مصانع عن جديد؟ لكن هيدا تتذكر اول شيء كنا عم نحكي عن الاصلاح وعن قوه الاصلاح بقلب البرلمان الجديد. هيدا التحدي، هيدا اهميته من هيك الحرب اهميته تقدر انت يكون عندك. هلا صار في رئيس جمهوريه مثلا، هلا تحسن كتير ميزان القوه بين الاصلاح وعدم الاصلاح. هلا عندك رئيس جمهوريه بيشد معك، عندك 9 وزراء، بكرة عندك أكترية برلمانية أريح. أكيد الإصلاح بده أدوات، ما فيك لوحدك أنت تعمل إصلاح. بعد الفاصل الإعلاني الثاني، قطاع الاتصالات والعقوبات الأمريكية وزيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا الحوار. عودة لكم مشاهدينا ولنهاركم سعيد لليوم السبت 20 أيار 2017 مع الوزير. اليوم نيكولا صحناوي استلم وزارة الاتصالات لفترة طويلة من الزمن، وكانت فترة معركة، قدتم معركة بقطاع الاتصالات. كنتوا عم تقولوا انه عندنا مشروع وكان في مين عم بعرق له ومش عم نقدر نوصل، وتحديدا يعني كنتم تتهمون عبد المنعم يوسف المدير العام السابق لوزارة الاتصالات. صحيح. ومدير عام أوجيرو. اليوم ما بقى في عبد المنعم يوسف، اليوم صار برات الحكم، صار في شخص اسمه عماد كريدية. اليوم قطاع الاتصالات ليه بعده ما عم يتقدم؟ لا ليك مش مزبوط ما عم يتقدم. خليني اقول لك شغله. اول شيء أوجيرو عملت تيست من جمعتين تلات اسابيع ببيروت، فتحت السرعه، عملت باكثر من منطقه مش بس ببيروت. هي عملت تيست اوكي فتحت السرعه وحسوا المواطنين انه ايه في جزء كبير من المواطنين قادرين ياخذوا سرعه كتير كبيره اليوم. يعني هاي قصه كبسه زر طلعت مزبوطه. وفتحوا الانترناشنال باندويث على كل الاي اس بيز وارتاح الانترنت بالبيوت بكتير محلات. هلا هيدي فشخه منا كافيه، لانه انت بدك ترجع تجهز السنترالات. يعني في تراكم 15 سنة إدارة سيئة، بدك تيجي تجهز السنترالات عن جديد، بدك تمشي الفايبر أوبتيك النتورك الباك بون يلي هو رابط السنترالات بين بعضها يلي نحن أنجزناه وخلصناه يلي هو بعد ما مشي. اليوم تلزموا لشركة توصيل. لا 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 تك على نوصل عم نحكي عن ريشي. قصدك بين السنترالات ببعضها، بين السنترالات بين بعضها في نتورك فايبر أوبتيك نحن أنجزناه وما استلموه. يعني على ايام الوزير حرب وعلى ايام عبد المنعم رفضوا يستلموا. يعني 60 مليون دولار كانوا انكبوا بالزبال. ليه رفضوا يستلموا؟ انا بدي افهم انا كيف ناس تفتكر لما شو بدنا خلصنا. هلا اجا فريق جاي مثلنا عنده نفس الاجنده، بده ينجز بسرعه. اول شيء للناس تقول والله انجزوا، بس ثاني شيء ليمشي البلد.
انه هيدا البلد نحن بنروح بنتعب نترجى شركات انه ليه عم تفتحوا بدبي، تعوا افتحوا هون. الوزير باسيل عمل ال دي اي لبنانيز دياسبورا انرجي، جاب لبنانيين مغتربين من كل العالم قال لهم تعوا لبنان هذا بلدكم، افتحوا شركات هون، ناس ناجحين بالبرازيل وباستراليا وين ما كان، انه تعوا حطوا باك اوفيس بلبنان، وصفوا انجينيرز، وصفوا محامين، شو اسمه مهندسين، اعملوا نتورك بلبنان على المنطقه كلها، يكون الريجنال اوفيس تبعكم بلبنان. فيك تقنعهم انت اذا مش قادرين ياخذوا انترنت سريع؟ امبوسيبل يعني، هذا استحاله. ف في فهم للتيار المستقبل اللي هو اليوم هو عم بيدير هذا القطاع، هذا القطاع في فهم لهذا الموضوع، ومستعجلين انه ينجزوا ادنى واكثر، مستعجلين يبدوا على اشياء اكثر. لا، ونحن عم نساعد يعني، نحن عم نساعد لأن في حديث بيننا وبين اوجيرو، في حديث بيننا وبين فريق وزاره الاتصالات تا انه هاي كيف تنعمل، هيدي شو تقنيا، تبادل الخبرات، شو الحل، تبادل الخبرات. اذا بدي فوت تقنيا انا هلا سريعا قبل ما ارجع اكمل بهيدا الملف تحديدا، اليوم هيدي وصلت السنترالات ببعضها، شو بدها لتمشي؟ كبسة زر؟ ايه، هيدي انجز جزء كبير منها يعني، استلموا الفايبر اوبتيك. هلا بدهم هن اللي يعملوا فايبر اوبتيك من السنترالات للناس يلي هو مشروع نحن كنا تقريبا خلصنا دراسته. صحيح، دراسته. صحيح، يعني ما فيك تعمل من السنترال للبيت اذا ما خلصت من السنترال للسنترال. نحن انجزنا اول شيء في السنترال للسنترال، ودرسنا 90% من الفشخه الثانيه يلي ما عملناها لانه طلعنا من الوزاره، اللي وقف الزمن 3 سنين، وهلا رجع بلش الزمن. هلا هن اوجيرو مش جاهزه تعمل هيدا المشروع؟ بلا، هو اوجيرو هلا عم تدرسه رح تعمل. هلا اعتمدوا قلب بالاخر، بس لاقول لك الفرق صغير. نفس الحماس، شباب طيب بجننوا يعني، من العماد كريديه والتيم جديد كتير مرتب وعنده هالقابليه على الشغل، بس بالاخر مش نحن عم نسوق يعني، بالاخر في ليميت. انا ماني وزير اتصالات. مين شوفير؟ شوفير وزير الاتصالات. مش انا اكيد، مش انا يعني، انا برات انا ماني وزير ابدا، انا بس يستعين فينا لانه احنا طيار نافذ بالبلد، ولانه انا عندي خبرات انا والفريق تبعي، لانه كنا بالوزاره 3 سنين. سو نحن بنساعد، بس اخر شيء اذا نحن كنا مفكرين هيك وهن عم بيعملوا هيك، بدنا نتفهم الموضوع، هن عم يسوق، فينا نعمل ملاحظات معهم. اوكي، سو هن هلا قرروا انه يروحوا تو ذا كيرب، يعني تو اكتيف كابينت، يعني هو السنترال صغيره اللي مثل خزانه بتكون بالشارع، بتصير اقرب للبيوت يعني. السنترال هي يعني من السنترال لشيء بيقولوا له مثل سنترال صغيره، مثل خزانه اكتيف كابينت، منها بتتوزع على البيوت، بصير انت اقرب للبيوت. هن عم بدهم يمدوا فايبر اوبتيك من السنترال للاكتيف كابينت، وبيكفوا من الاكتيف كابينت للبيوت على نحاس. شو الفرق؟ نحاس كل ما تبتعد كل ما تخف السرعه. صحيح، اذا كنت صرت قريب نحاس كتير سريع. سو هن عم بيقولوا لشو ندفع من السنترال للبيت خلينا ندفع من السنترال للكابينت، ومن الكابينت للبيت بنكفي عن نحاس، لانه السرعه رح تكون كتير منيحه. هذا المشروع عم بيقلعوه، رح يكون سريع كتير. سو الشغل ماشي باوجيرو وماشي بوزاره الاتصالات. انا متفائل يعني. طيب بس هي اليوم كان في كتير انتقادات حول موضوع تلزيم شركه، وهي اوجيرو قادره تعمل هيدا الشيء. ليش رحنا على تلزيم شركه لمد الفايبر اوبتيك ونحن اوجيرو قادره تعمل هيدا الشيء؟ مالي شباب، بس اعملوا معروف. ليش رحنا على تلزيم شركة ونحن الفايبر اوبتيك قادرة تعمل هيدا الشيء؟ اوجيرو قادرة تعمل الفايبر. اوكي، سو القرار اللي اتخذ اللي عمل ضجة، انا بس لحطه بإطار. في اشخاص كتير طلعت عالي كتير انه هيدا خيانة عظمى وهيدا سرقة وهيدا ما بينعمل. اللي انا شفته، ما بعرف بعد كل شيء على الموضوع لانه بعد الوزير مش يعني انا ما قعدت معه ليشرح لي، بس باللي شفته بالاعلام واللي قريته بعده بلدان بالعالم، الرايت اوف واي، يعني شو معنى رايت اوف واي؟ يعني انه انت بتسمح لشركه خاصه تقطع بمسالك الدوله بالكابل تبعها. الرايت اوف واي معتمد ب 80% من دول العالم. في 20% من الدول بتقول الدولة أنا ما بقطع حدا بالمسالك تبعولي، وأنا بعمل الانفراستراكشر أنا،
صحيح. انا الفيجن اللي انا كنت مقدمها هيك إيه؟ انا مثل 20% مش مثل 80%، بس 80% من دول العالم منهم كلهم ولا حراميه ولا عكريت ولا ولا خونه. إيه مش مبدا هيك اليوم عم ينحكى حتى بايطاليا اليوم عم ينحكى عن امن. يعني اليوم لما لجنة الاتصالات ونائب حسن فضل الله بيقول انه نحن عم نكشف حالنا قدام شركة بالوقت اللي نحن قادرين نحن كدولة نعملها. اوكي هلا بنشوف التلاتة لجنة الاتصالات صحيح. انا شيل الشق الامني وهلا بوصل على ملاحظات. مش عم بقول انه القرار منيح، عم بحطه باطاره، عم بقول في لخط بالبلد انه لا الواحد ما بيفتح مسالك الدولة للقطاع الخاص. لا هذا شيء مش مزبوط. بالعالم 80% من دول العالم بيفتحوا المسالك الخاصة، بيخلوا القطاع الخاص يمد فيها وبيدفعوا مصاري. سو هذا ما في شيء غير عن المألوف. انا كنت بغير خطة، انا كنت بوصل الدولة هي بتعمل انفراستراكشر وبتقول لهم قطعوا بقلب الكابل داتا، ما بعطيهم الكابل هن يحطوا، ولكن مش انا عم سوق. وبتفهم كتير انه الواحد يروح على موديل هو السائد بالعالم، يعني انا الموديل المينوريتير كنت. اوكي طيب ما تقلنا هيك بيصير في فشخة تانية، هي انه الورقة مثل ما جاي مبينة كأنه امتياز معطى لشركة واحدة. صحيح. طيب ما نحن كطيار واظن الكل نحن ضد الاحتكار. صحيح. وضد الامتياز. سو هذا الشيء اللي بده يتفسر، لانه الوزير مثل ما فهمت بس بعد عم بقول لك بعد ما قعدنا مع بعض عم بيقول لا من رح نفتحها للكل ومين ما بده بنطلع مجزوره بنعمل له مرسوم بنفس الطريقه. اوكي سو هي القصه بس تنحط باطارها تنظيمي عادي ما يبين كانه احتكار. هذا موديل في دول بالعالم عندها رايت اوف واي وفي دول بالعالم ما عندها رايت اوف واي. سو انا ما عندي شيء ايديولوجي ضد الرايت اوف واي، مع انه انا كنت وقتها قدمت الفيجن تبعيتي على مجلس الوزراء، رئيس مئاتي ما حطها على الجدول يعني بعدها بالجروح مجلس الوزراء. بس انا الفيجن اللي كنت مقدمها هي انه الدوله هي بتعمل انفراستراكشر، هي بتحط الاستثمارات لتعمل انفراستراكشر وبتخلي القطاع الخاص كله سوا يقطع بقلب الكوابل دارك فايبر، يعني بيستعملوا الفايبر اللي بدهم اياها، وبالعكس يعني اوبن، يعني اوبن اكسس عكس عبد المنعم يلي هو كان ضيق عليهم. انا عم بقول اوبن اكسس للقطاع الخاص بس، انا بعمل انفراستراكشر. بس هيدي ما مشيت الخطه، هلا مشيت خطه باطار اخر اللي هي شركه بس خاصه. بس من عم بقول منه خارج عن المألوف، والرايت اوف واي بالعالم كله معتمد. المهم ينحط باطار انه في تنافس. هي بترجع ما هي هي بترجع لفكره التنافس قبل كل شيء، وهو صدر مرسوم. اليوم الوزير عم بيقول انه بنفتح للكل، بس هو صادر مرسوم بالشركه خلص، الشركه استلمت. يعني هذا اللي عم بقوله، عم بقول لازم الوزير يجي يحطها باطاره انه هذه منا شغله معموله لشركه واحده، هي شغله بروسس معمول الشركه اللي بدها معموله لشركه واحده. لا هن في عده، هلا عم فوت بالتقنيات، في عده شركات عندهم مراسيم. المرسوم اللي طلع بال95 الوحيد يلي لاحظ هيدا الاذن هو المرسوم تبع الشركه. هوديك ما كتبوا الجمله، هو عم بيقول لهم لحقوا حالكم ابعثوا لي لنزيد جمله عند بمرسومكم ونرجع نصدر مراسيم للكل. بس هذا شيء كتير تقني. نحن الملاحظة الأولية إنه رايت أوف واي شغلة تنعمل بالعالم كله، منا شغلة غلط. لو أنا كانت خطتي غير هيك. والتاني شغلة هي إنه لازم البروسيس يكون اوبن للكومبيتيشن، إذا القطاع الخاص له حق يقطع بالمسالك ينفتح على القطاع الخاص. وبالإطار الأمني أنا ما شايف في مشكلة أمنية، لانه باخر شيء كلهم بيرجعوا بيقطعوا على السنترال الدوله. هدول مش عم يعملوا شبكه لوحدهم، هن عم ياخذوا شقفه من الشبكه. بس عم تكون الداتا بين ايديه، عم بتسلم داتا لشركه خاصه. اليوم الاي اس بي اللي بيعطيك انترنت داتا بين ايديه، يعني اخر شيء في لعيبه عندهم اكسس داتا تبع كل واحد. ايه هون بيصير في امن وقائي بده يصير على السيرفرز، على الـ على الانكريبشن، على التراخيص لمين عم تنعطى. يعني المخابرات لازم يعملوا شغلهم وغيره. بس ما بقى في داتا مسكرة ما في إلا الدولة عندها، هذا الشيء منه موجود بقى. بس اللي عم بقوله إنه هن ما عندهم شبكة لإلهم بكل السيركوي تبعها. الشبكة تبعيتهم لشقفة بس بعدين بدها تقطع مع الدولة بالسنترال بالانترناشنال جيت واي، في عدة محلات بدها ترجع تقطع بالدولة. طيب كمان بموضوع قطاع الاتصالات، اليوم هيدا القطاع يشهد جلسات استجواب ومحاكمات.
اليوم في المرحلة السابقة أنتم مصرين على المحاسبة فيها. أنتم كنتم ترون أن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف أكيد. أخطأ في كثير من المراحل ومصرين على محاسبة أكيد. اليوم ترددت معلومات أنه استدعيت للشهادة بهذا الملف ورفضت تنزل. أوكي إشكال صغير بالشكل. أنا رايح 30 شهر بس أنا رحت مرتين لعند القاضي إبراهيم وعطيته كل شيء عندي إياه، والقاضي عنيسر جات بعت له المذكرة ذاتها مش حال غير يعني كل ما بين أيادي أنا صاحب كل ما بين يدي نيكولاس حناوي صاروا عند القضاء صاروا عند القضاء ولا حيرجع أشوفه ب 30 شهر لأشوف إذا في شيء استضاح بده إياه. بس أنا صاحب الدعوة يعني 43 دعوة أنا عملهم يعني المستندات والدعوة نحن عاملينها ما في شيء بالشكل كان مش هناك شو بدنا مش من محسومة لوين بدك توصل هذه الأمور مع المحاسبة ايه؟ إن شاء الله توصل لخواتمها يعني لآخر 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 الطريق لأنه بدي أقول لك شغلة كل الناس دائما بتفوكس على على الفساد لأنه أكيد الفساد مشكلة كبيرة يعني سلطان طايل الدولة كلها سوا بس أنا بلاقي أنه بين واحد سرق اللي أكيد لازم يروح على الحبس لأنه سرق وبين واحد وقف البلد اللي وقف البلد جريمته أكبر بكتير يعني خسارة توقيف بلد ما بتتقرش واحد وقف بلد 15 سنة لازم البلد كله يحاكمه يعني يقول له لا يقول لغيره انه هيدي الجريمة الكبرى ما لازم حدا يسترجي يعملها ما فيك توقف بلد اليوم خليني اعطيك صورة بس تك تك لانه الناس مش كلها فهمين هذا الموضوع اليوم اذا واحد طلع ببلد طبيعي وسكر اوتستراد سكر يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة اوتستراد اللي بينه وبين سوريا لأيام كانت سوريا بعدها فاتحة قدي كان يطلع كاميونات وبضاعة كل يوم وتجارة وكذا من نوع عم بيخنق البلد ما هيك ما سكر اوتستراد حط شو اسمه حواجز ودوليب وكذا من نوع مش نص ساعة سكر ما عاد تفتح ما بتختنق البلد بلا. بتقوم لقيامة بلا. ما بيكسر الدنيا بس ما هيدا قلت حضرتك انه عم يعني خنق بلد ل 15 سنة لا لا صحيح بيقول انه هيدا بيسموها اوتوغودو لانفورماسيون يعني طريق الاوتستراد المعرفي هيدي تبادل هيدي المعلومات رايحه وجايه باهميه هديك الناس واعيه على هاي اكثر بيطلع بالسياره بيسوق بس هديك ما بتشوفها الاوتستراد ما فيك تلمسها طيب بس هيدا الشيء اليوم عم يتكرر مع موضوع بدي ارجع للفكره اللي كنا عم نقولها اللي عم تقول انه سكر البلد ومنعنا اليوم نحن في شركه رح تجي تاخذ 80% من هيدا القطاع وتعطي الدوله 20% منه يعني ما غيرنا شيء لا لا انتبه عند الدوله برجع بقول رايت اوف واي موجود بالعالم بيعطوا القطاع الخاص is the last mile يعني بين الخزانة والبيوت وبتقبض منه مصاري يعني بفرنسا موجودة ببريز في عندك فرانس تيليكوم وفري ومعشو كل واحد بمد شريط وبيقبض يعني الشغلة اللي انعملت مانا غير مألوفة الغلط فيها برجع بقول انه اذا عم تعمل احتكار او اذا امتياز لشركة وحدة في يعني اكيد شغلة ما بتنقبل هاي اذا لوحدة بس هو الوزير بدنا نعطيه فرصة يشرح شو عم يعمل ممكن يفتح على الكل انا من التلاتة من نايم بدنا نشوف لجنة الاتصالات بنشوف لجنة الاتصالات رح تسأله مني انا انا مني نايم نحن نسأل كطيار اكيد الكل اكيد كل النواب رح تسأل انه يشرح لنا شو عم يعمل بس اللي عم بقوله انا على هديك القصة انه الاوتستراد المعرفة لانه منه مبين الناس ما عندها نفس الوعي على الموضوع يعني لو نفس الشخص عمل نفس الشيء على أستراد بيروت الشام كان بعته الجيش صحيح. يشيله يفتح الطريق هون شو عمل ضلينا نصرخ ما حدا يفهم كان في 8 و14 فايتين ببعض مبين كأنه موضوع محوري بين المحاور وهو صار يقطع الغير شرعي يعني البضاعة لنقول بدل ما تطلع على الشام بالاوتستراد صارت تطلع تعربش على الجبل وتطلع وفي ناس تاخد كوميسيون على الطريق اوكي سو هيدا اللي صار بوقتها بس الأهمية هذا الموضوع انه لازم كلنا نوعى انه المحاكم قصدي عم تسألني عن المحاسبة هي المحاسبة والمحاكمة هيدا رمزية الأكبر انه ينعرف
انه نحن بلد ما فينا نحمل انه نخنقه 15 سنة ونقطع على الموضوع كأنه ما صار شيء. على كل حال بانتظار لكان الايام المقبله، نحن كان مفروض انه نحاول كمان نحكي عن زياره ترامب للمملكه العربيه السعوديه وتاثيراتها وتداعياتها على لبنان، بس نحن تقريبا انتهى وقت الحلقه. بدي اختم هذه الحلقه من ايران اتصال مباشر مع زميلي فرح الزمان شوقي، لانه يبدو انه تلفزيون رسمي الايراني اعلن فوز الرئيس حسن روحاني بولايه جديده. فرح صباح الخير. فرح أيوة. تفضلي، كيف هي الصورة لديكم في طهران؟ هل هو إعلان رسمي؟ النتيجة بفارق أدي طلعت؟ هل لك أن تضعينا في تفاصيل آخر المعطيات لديك؟ نعم بطبيعة الحال النتائج الرسمية في إيران من يعلن عنها هو وزارة الداخلية الإيرانية، وهذا يعني أن حسم التلفزيون الإيراني ليس نهائيا. وزارة الداخلية قبل وقال انه تم فرز تقريبا ما يعادل 40 مليون صوت من 40 مليون صوت من اصوات الناخبين الايرانيين الذين عدوا باصواتهم، وهذا يعني فرز نهائي. قطع الخط مع فرح الزمان. برأي حضرتك كيف سيؤثر انتخاب حسن روحاني على الوضع بلبنان؟ بلا بلا كل شيء اللي بعرفه انه هو اصلاحي اكثر من المرشح الثاني، بس ما بنتدخل بشؤون دوله ثانيه. اذا كان اصلاحي اكثر وبده ينفتح اكثر هذا اكيد خير للبناني. بما انه بعد معنا كان مفترض انه تاخذ فرح الزمان وقته وقطع الاتصال، خلينا بس هيك يعني سريعا، العقوبات الامريكيه على لبنان قد ايه ممكن تاثر على الداخل اللبناني قبل ما اشوف ترامب وزيارته للمملكه العربيه السعوديه؟ العقوبات الامريكيه هذا سلاح كتير كبير، مش على لبنان، على روسيا، على سوريا، على إيران. يعني كل ما بلد يفوت بالعقوبات الأمريكية أو الأوروبية أكيد بتأذى كتير، بتأذى اقتصاده، بتأذى. هلأ نحن بما أنه بلد عايش على شفير الهاوية، وضعنا دقيق أكتر من هيك. يعني سوريا أخذت عقوبات بس بالآخر ضلت صامدة، نزل المدخول تبعه شوي او الناتج القومي، رجعوا لقوا طرق ما بعرف شو عملوا. نحن ما بنحمل اكيد انه نحن ما بنحمل صدمه. هلا اذا اجت عقوبات محدده مثل العقوبات السابقه اكيد الى يعني بيقطع الموضوع. اذا اجت عقوبات تعمم الموضوع الله ما يسمح، يعني هلا في وفد بأمريكا بواشنطن عم بيبحث، صحيح عم يناقش هيدا الموضوع مع المسؤولين الأمريكان، ومثل ما فهمنا أنه لحديت هلا أنه اطمنوا بالموضوع. بس أكيد أنه لبنان ما بيحمل أنه يستهدف بعقوبات، ما بيحمل اقتصادنا ما بيحمل، وضعنا ما بيحمل. يعني بآخر الحلقة بدي أرجع لأسئلة الناس بعد معي دقيقة عن قطاع الاتصالات. حسام بيسأل أنه ما صار شيء بتطوير قطاع الاتصالات لا على عهدكم ولا بالعهود اللاحقة. ما بعرف إذا فينا نطمن. وصل مبارع على لبنان، أكيد كان مغترب وهلا وصل. في سؤال بيسأل انه اليوم وزير الاتصالات عم يتصرف بلا ما يرجع لمجلس الوزراء وحتى لمدير عام اوجيرو بهيدا الموضوع، يعني قبل ما تشتكوا انتو على عبد المنعم يوسف ليش ما عملتوا مثل ما عم يعمل جمال الجراح؟ ما زال فيكن انتو كان تتحركوا بلا ما ترجعوا لمدير عام اوجيرو ولا حتى لمجلس الوزراء لتسير الامور؟ لا، اول شيء عم نحكي عن اشخاص كلهم بنفس الفريق. يعني قد ما يكونوا عم يتحركوا مع بعض او كل واحد لوحده، بس الاخر شيء الخصومة او الفرق بالرأي ما هيأثر على مجرى الامور. نحن كنا عم نحكي عن شخصين، يعني وزير ومدير عام بالوزارة كان تبه. هلأ الاستاذ عماد كريدية منه مدير عام بالوزارة، هو مدير عام بأجيره بس هو الشاب اللي عم بيحكي غاب عنه فكرة انه كان عبد المنعم اخذ ثلاث وظائف، عماد كريدي اخذ اثنين وزارة واجيرو. عماد كريدي اخذ اثنين. بس بغض النظر يعني هو السؤال انه اذا في الوزير من دون ما يرجع لا لمدير عام ولا لوزارة بيقدر ولا لمجلس وزارة بيقدر يتحرك، ليه ما عملتوا مثله؟ لا تسيسروا اموركم. الجواب صعب، مش هناك بدي مرحله تفهم. الوزير بالقانون سيد على وزارته. بالفعل اوجيرو
ومدير عام على القطاع. ومدير عام استثمار والصيانة بس يكونوا نفس الشخص بيصيروا أقوى من الوزير. أوكي. هذا الشيء اللي هو ما بيعرفه. وقتها بيكون مدير عام استثمار والصيانة ومدير عام ورئيس مجلس إدارة أوجيرو نفس الشخص بالفعل مش بالقانون بيصيروا أقوى من الوزير. يعني لو كان في بدل عبد المنعم يوسف شخص قريب من التيار الوطني الحر في تلك المرحلة بالوزارة كان فيكم تتحركوا مثل ما تحرك جمال جراح اليوم؟ ايه بليميت اللي هي بادجت أوجيرو بس اخي شيء ما بدهم يدينوا البادجت بس بصير الموظفين ما عم بيقبضوا مصاري بينزلوا على التر يعني صعبه من يعني موضوع هلا شو بدنا خلص قطعنا كل هذه المرحله بس انه قصدي اقول الوزير مبين هو الاقوى بهالمعادله اليوم هو الاقوى هو منه الاقوى لانه البادجت في واقع على حقتك اياها بتعطي الصوره بس هلا طلعنا من هالكل الموضوع ان شاء الله بالست اب الجديد 1400 موظف بوزارة الاتصالات بيقبضوا تلتين راتبهم من أوجيرو يعني تلت من الدولة يعني معاشات بسلك الوزارة وزارة الاتصالات وتلتين بيجوا عامل إنتاج يعني مثل ساعات إضافية بسموهن عامل إنتاج إذا ما مضيهن عبد المنعم بأوجيرو مش عبد المنعم بوزارة عبد المنعم تحت بأوجيرو إذا ما مضيهن ما بيقبضوا بالوزارة تلتين معاش مش إنه 5% 10% هيك أنت بواحد باللبنان هيدا بس أوفر تايم كله بأوفر تايم ساعتين بتشتري ولائه هون عم بقول لك تلتين معاشه كان يدفعهم من أجيره بيموت تاني نهار ما بيعد بيقدر يأكل تلتين معاشه من أجيره هلأ 1600 موظف بأجيره 100% معاشه من أجيره طيب. الوزير كم وعد هلأ هيدا عنده 3000 يشتغلوا عنده الوزير كم وعد عنده 40 واحد الوزير يلي هو فوق عنده 40 واحد هو بيدفع لهم معاشاتهم وهذا الوضع الشاذ اللي كان بايامه عنده 3000 واحد بيشتغلوا عنده طيب مين الاقوى 40 3000 ولا 3000 سو عم بوصف لك شغلي هلا انا وقتها ما بدي اعطي هالانطباع انا الوزير شنك لعبت شطرنج وربحت يعني انا هزمته لعبد المنعم بالشطرنج بس هو الميزان القوه انه هو عنده الملكه والملك و وكل البيون وانا عندي بيون صغير ربحت رايحين اليوم بتطمن اخذنا وقت زياده اليوم بتطمن الناس بقطاع الاتصالات الى مرحله جديده هلا طمنهم قدر ما انا قادر طمنهم يعني بقدر ما بتعرف انت بقدر ما انك شايف اكزاكتلي بقدر ما بعرف بقدر ما انك شايف برجع بقول هذا القطاع اليوم مش نحن عم نسوق الدرايفر جمال الجراح جمال الجراح يعني هو وزير بتيار عضو بتيار المستقبل والاشخاص اللي تعينوا بأوجيرو يعني عماد كريدي قريب منهم بعرف انك المدير العام بوزارة الاتصالات الاستاذ باسل عطية كمان قريب منهم سو السيت اب الموجود هلا تيار مستقبل ولكن شفناه نحن انه في قابلية على الشغل والشغل السريع والانجاز السريع وهيدا كل يعني مش كلفته اذا ما صار والفرصة إذا صار للبنان ما بتتمن طيب أنا في نقطة بما أنه أخذنا وقت زيادة بدي أرجع أسأل عنها لأنه لفتتني قلت حضرتك أنه اقترحت خطة على الحكومة اللي كنت حضرتك فيها ويوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي رفضت هذه الخطة اليوم فيك ترجع تذكرني بهذه الخطة لنشوف إذا فينا نطبقها سو توجه هذه نقطة منيحة توجه الفريق بوزارة الاتصالات الحالي كتير قريب للخطة اللي أنا شو هي الخطة؟ هي. شو ممكن تعطينا نحن إذا طبقنا هاي الخطة؟ وأنا بعت لهم إياها من جمعتين بعت لهم إياها لمين؟ للفريق الفريق الوزير جراح ليدرسوها لأنه بالحديث نحن وياهم طلعنا أنه كتير متقاربين على هذا الموضوع أوكي يلي هي أنه الدولة هي بتستلم الموضوع البنية التحتية أوكي. بالقطاع الخاص بالموبايل وبالفيكس أوكي. So الهيفي انفستمنت يلي هو بده ريتيرن اون انفستمنت طويل تعمله الدولة وبيكون نوع من كوش سيادية
هذه بتضل للدولة، هي اللي بتأسس، هي اللي بتأمن الأرضية بوزارة الاتصالات، بالاتصالات الأرضية وبالموبايل 100%. ولأن فيها شيء سيادة سيادة، مش بس هيك، لأنه بدها 10 سنين ريتيرن لونج تيرم. صحيح، القطاع الخاص ما بيفوت بلونج تيرم انفستمنت، بيفوت بشورت تيرم، بيكون القطاع الخاص هو للتشغيل. فالقطاع الخاص بيجي بكوش تانية، لأن في 3 كوش. الكوش التانية اللي هي أكتيف لاير، والكوش التالتة اللي هي سيرفيسز وريتيل. بالثانيه بتعمل ميكست انتيتيز بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبالثالثه بتفتحها للقطاع الخاص حتى لابد ممكن بلحظه من لحظات القطاع العام ينسحب منها. يعني يقول انا ما بدي اكون ولا بالسيرفيسز ولا بالريتيل، او بيبقى وبيخصص شوي وكذا منه. فعندك هالثلاث لايرز اكيد فيها تفاصيل كتير، بس بس انا هلا اذا بدي بسطها للناس، انا بهيدا القطاع ما بعرف، انا واحد من الناس اللي هلا بدي اسالك اليوم، هيدي الخطه اذا طبقتها شو بتستفيد الدوله وشو بيستفيدوا الناس؟ يعني ما اعطيك مثلا ليبان تيليكوم، وانا نخلقها بكره. اوكي، ونحن ما نخلقها، لان ليبان تيليكوم شو يعني؟ هي اوجيرو، بس بدل ما تكون مؤسسه بتصير شركه. بتصير شركه فيك تفوت عليها قطاع خاص ب 10% ب 5%، فيك تحط اسهم الناس تشتريها تستفيد اذا طلع سعرها. هيدي ليبان تيليكوم باي لاير بتشتغل؟ هيدي ليبان تيليكوم اليوم حاليا بكليت لاير. نحن جايين عم نقول خلينا نقسم القطاع بلايرز. ليه؟ لكل واحد يعمل شغله. ساعتها ليبان تيليكوم بتصير بس بالانفراستراكشر. وبتشقفتين، والشقفه تبعيتها يلي هي اكتيف او ريتيل، هون بتفوت عليها قطاع خاص، وممكن حتى بتبيعها انسر تماما، لانه هون منافسه مفتوحه. بس انت بتكون الارضيه مامنه للدوله اللبنانيه، ما بقى مؤسسه مثل اوجيرو هي اللي مستلمه ارضيه قطاع الاتصالات الارضي، ولا الفا وام تي سي اللي هي مستلمه هلا فعليا هي مع الدوله، بس انه بتكون امنت الاساس، هو الدوله بتشتغل وبتفك احتكار اوجيرو وباقي مؤسسات قطاع الاتصالات لموضوع الاتصالات. 100%. ما بقى هن متحكمين بهذه القاعدة. 100%. يعني ما بقى في مدير عام بأوجيرو، بغض النظر أنا مش عم بحكي عن عماد كريدية، أنا عم بحكي ما بقى مدير عام أوجيرو يتحكم بقطاع الاتصالات الأرضية بلبنان، ممكن يسكر لنا الإيوان، ممكن يوقف هيدا القطاع، بيرجع للدولة بيصير أرضية هيدا القطاع. 100% الدولة هي تتحكم بالأساسيات. أوكي، وبتفتح open access للقطاع الخاص لتشغيل، هو يتنافس. يعني اللاير تبع القطاع الخاص فيها منافسة. أوكي، فيها لعيبة كتار. أوكي، بيجوا بـ value added services، بيجوا بـ يعني بمحل ما هن شاطرين. بس الـ infrastructure يلي هي basic layer يلي هي شو network وانترنت، يعني فيها heavy investment وما فيها value added. يعني لبنان ما حيخترع انتان وقت عندك اكبر عملاكين بالعالم هن عم بيبيعوا وعم بيخترعوا، رح يضلوا سابقينك. فهون انت بس بدك تشتري وتركب، ما هيك؟ أوكي. حتى هيدي اللاير انت مالكها، فيك تعطيها مانج سيرفيسز لشي لعيب دولي، بس لإلك بتضل لإلك، وفيك تعطيها للمانج سيرفيسز لشي عملك او عده. يعني بيكون اداره هيدي اللاير هي للشركات الخاصه اللي ممكن تتنافس لتقدم لك سيرفيسز احسن. الخطر هو انه اذا بتعمل منافسه عموديه بالثلاثة لاير، يعني شركة واحدة، يعني واحد بيركب انفراستراكشر وبيركب افتي كومبوننت وهو بيروح بيديرها وبيروح ببيع لزبون السيرفيسز، انت عم تعمل سلمته كل شيء، عم تعمل 10 انفراستراكشر بدل ما تعمل وحدة، عم تعمل 10 من شركة وسلمته كل شيء، من الاداره سلمته كل شيء، من الارضية للكلاينت سلمته كل شيء، وعملت ابلكيشن لانه صار في 10 انفراستراكشر محل ما انت بالبلد عايز وحدة وتفتحها للكل. سو بتكون وفرت على البلد وقتها بتعمل وحدة بتفتحها للكل، وبتكون ما سمحت للاحتكارات. لأنه هذا اللي بيعمل فرق. ممكن تتطبق؟ هلا بدنا أول شيء ليك الوزير الحالي هو بده يعتمد خطة، أو إذا في انتخابات بعد 3 أشهر ننطر الوزير اللي بعده، بده يعتمد خطة. أوكي، وإذا هيدي لقاها مناسبة يعني منتناقش نحن وياها، بس أنا أقول لك بالحديث نحن وياهم حسينا في نفس النظرة للأمور. شيء لو في أسألك بعض الأسئلة الاستضاحية كمان عن أشياء تكنيك بهذا الموضوع، يعني مثلا حكيت عن ليبان تيليكوم. اليوم ليبان تيليكوم إذا أسستها الدولة اللبنانية لتكون بالساكند لاير اللي هو الإدارة والتشغيل للقطاع، ممكن إنها تنوب عن ألفا وام تي سي؟ هلا
انت بولا دولة بالعالم لازم يكون عندك لعيب واحد. حتى اثنين منهم كافيين. لازم اكتر. وبالعالم كله بيبقى فيه 3-4 بعدين بيعملوا virtual operator بيصيروا 10 و15. ليش؟ لانه ال virtual operator بيستعمل الشبكة الـ network الفيزيكال نتورك تبع اوبريتور تاني بيدفع له حق مرور وبيعطي نفس السيرفيس يعني فري بفرنسا ما عنده انترنت ما عنده تشتغل كوي. مع شركه تانية بتروح عند بويغ او عند اورانج تيليكوم تقطع على الشريط تبعه بتدفع له اجار هذا الشيء اكيد بده هيئه ناظمه هذا كله ما بيتنظم هيئه ناظمه لقطاع الاتصالات بس اليوم لتيجي تقول لحشيل الفا وتاتش وعامل ليبان تيليكوم محلهم ما لها معنى بدك تيجي تقول الفا وتاتش فيهم they can share the infrastructure بيكون بتصير انت وفرت بالinfrastructure عندك infrastructure وحدة لكل البلد اوكي وبس انه بيضلهم two operators لبل بيجي operator تالت بيجي operator تالت بيساهم بالمنافسة بيساهم بالمنافسة وخصوصي انه انت عم تشتغل مع شركة دولة بس بيصير منافسة حقيقية لانه يعني اليوم منافسة الفا وتاتش منها حقيقية اتنيناتهم نفس المالك اليوم منافسة انه اذا ربح على تاتش على الفا 5% من الزبونات شو حيصير شو حيغير ما نفس المالك اليوم لتعمل منافس حقيقية بده يكونوا حتى هدول الاثنين اللي بيصيروا يكون في كومبيتيشن بين المنافسين ملكية مختلفة عن بعضها قد ايه ممكن تفوت للدولة هيك شركة بتفوت كتير على البلد صغير بس ما كمان حضرتك اللي يوما يوم بيوم من الايام وصفت هذا القطاع ببترول لبنان وقت اللي ما كنا عندنا بترول ما كان في شيء اسمه نفط بلبنان وما كنا عارفين هاي التفاصيل بس انت اللي وصفت هذا القطاع بنفط لبنان لانه اليوم الاتصالات عم بتفوت على الخزينة يعني هو تاني او تالت مصدر ريفينيوز للخزينة اللبنانية مداخيل للخزينة اللبنانية أكيد يعني حاليا هو نفط الأبيض بس النفط بالمعنى الحقيقي للبلد هو الاقتصاد المعرفي صحيح هو أنه نحن طاقاتنا كيف بدنا نحطها بخدمة البلد للبلد يكبر عن حجمه يعني نحن 4 ملايين زبون ماشي نقطة بالبحر صحيح يعني برا شركة بيكون عندها دبل أو تريبل العدد حي بأمريكا حي بمدينة حي واحدة بمدينة واحدة عندك أمريكا صحيح فنحن أنت تيسير نفط لبنان بدك هالقطاع هيدا تقوي تيروح يبيع برا ويفح وكتير قوي برا هو يعني بيبدعوا شبابنا نحن شركاتنا اللبنانية بس تبعتهم على الخليج تبعتهم على أفريقيا تبعتهم حتى أمريكا وأوروبا عم بيكونوا مميزين بقطاع التليكوم على مين مكان صحيح بس انت بدك تقويهم هون يعني قد ما فيك تقويهم مش تحاربهم مش كل ما واحد ينجح تطلع فيه تحاربه لا هيدا كنز هيدا ثروة للبلد لأنه هيدا بيوظف هيدا بيثبت الموديل تبعك انه لبنان عنده طاقة اكسبشنال فانت هيدا بهالمعنى هيدا نفط لبنان هيدا نفط لبنان هيدا نفط لبنان نفط لبنان هو الأدمغة تبعولنا بعالم المعرفة وبالطاقة الإبداعية تبعيتهم على فكرة الشباب كتير مبسوطين وعم بتفاعلوا كتير معك على السوشيال ميديا بهيدي المعطيات يمكن شوية تقنية بس بتعنيهم الانترنت وامور الاتصالات بتعني الشباب فعليا اليوم انا مالك يعني مش عم بقدر اقولها بقوه كافيه او وصلها بقوه كافيه لكل المعنيين عن القرار بلبنان يعني الطبقه السياسيه اذا بدك او اصحاب القرار هيدا اهم شيء بلبنان اهم من النفط اهم من شو فعليا هيدي صاروا هيدا نفط لبنان العالم عم بيتغير العالم عم بيتغير بسرعه وهيدا اساسه التليكوم اساسه الانفورميشن تكنولوجي اساسه وصار اللي عنده شويه اطلاع على هالمواضيع اخبرك شغله بتخوف بس بنفس الوقت هي فرصه كله خطر وفرصه 50% من فرص العالم العمل بعد 20 سنة حيكونوا من الموجودين مظبوط من وراء الانترنت ايه صحيح فاليوم مثلا ممكن ما يعود فيه ولا شوفر تاكسي بالعالم شو ممكن نعمل بلبنان ايه لنواجه هيدا الشيء اول شيء بدنا نعمل دولة صحيح لأن انا وياك ما فينا نعمل شيء فينا نحكي من عبوك العشية ومع الشباب كلنا ننبسط ببعض لا في اسئلة كثيرة بس بدك واحد يروح ويكبس على يعني يغير بالبلد ما هيك ما بدك تغير نظام التربوي صحيح ما هيك
بدك تغير ذهنية الناس، بدك تحكي مع الأهل، بدك تحكي مع التلاميذ، في كتير اشياء بدها تنعمل، بس هذا الشيء ما بينعمل إذا الواحد منه قاعد بسدة المسؤولية. تبيك مثلا واللي هو عماده الانترنت وقطع الاتصالات. خليني اعطيك رقمين، ما بعد بعد في وقت غأمين. لا معنا ما تخاف. أوكي. ما تخاف، وقت مفتوح الحلقه. ناس كثير عم تتفاعل معنا، صار لنا من زمان كنا على اساس نختم، بس الوقت مفتوح. نحن اعطيك رقمين. ال 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 الكمبيوتنج باور تبع الكمبيوترز عندهم اكسبوننشال جروث من الخمسينات لليوم. يعني بتطلع بالكيرف تبعيتهم بتلاقيها اكسبوننشال، ما يعني ولا مره غيرت عن القاعده. يعني فيك تعرف قدام شو رح يصير، ليه؟ لانه ورا من 50 سنه لليوم ما تغيرت اكسبوننشال، بسموها مورز لو. يعني كل سنه تقريبا كل سنتين بتدوبل. طيب اذا انت بتجي وبتطلع بهالكيرف، الكمبيوتر اللي كنت تشتريه بالخمسينات بالستينات ب $1,000 كان عنده كومبيوتينج باور كتير ضعيف، كتير ضعيف. طيب هلا الكمبيوتر اللي بتشتريه ب $1,000 عنده الكمبيوتينج باور تبع فارا بال 2035 تقريبا. سوري، بال 2030 رح يكون الكمبيوتر اللي عم تشتريه ب $1,000 عنده كمبيوتينج باور تبع دماغ انسان. فارا انسان. بال 2045 رح يكون الكمبيوتر اللي عم تشتريه ب $1,000 عنده كمبيوتينج باور تبع كل ادمغه البشر على الارض، 7 مليار ادمغه بكمبيوتر واحد. نشوف انت كيف هذا الشيء رح يمسح، رح يغير كل شيء. يعني العالم ما حيشبه اللي نحن بنعرفه هلا، مشان هيك اللي بيتاقلم بضل. هلا تاخذك على شيء ثاني، مشان هيك عم بقول لك اوقات في ثوره بتصير اذا انت نطيت عليها بعد بتطلع مزبوط. صح، بنكمل مع اللي طالع. سو بال جينيتيك انجينيرينج، بالجينيتيك انجينيرينج البروجريشن تبعولهم على اخر 10 سنين مورز لو مضروبه ب4 مرات. يعني هيدا البروجريشن الاكسبوننشال اللي خبرتك عنها تبع الكمبيوتر بالجينيتيك انجينيرينج هي 4 مرات اسرع. يعني تصور قد ايه سريعه. جينيتيك انجينيرينج نحن شو بيمنعنا؟ مع الادمغه اللي عندنا اياها والنظام التربوي اللي عندنا اياه، اللي هو العالم كله احنا بنعرف قد ايه نحن من احسن دول العالم بالنظام التربوي تبعنا. نحط شويه طاقه على جينيتيك انجينيرينج، بنصير نحن هالثوره اللي بدها تيجي وتمسح العالم يكون نحن جزء منها. مزبوط، نستفيد منها. صحيح، وعندنا هيدي الطاقات موجوده. هيدي الطاقات اكيد عندنا، موجوده هيدي الطاقات، لانه ما في مره منفوت بكومبيتيشن او منشتغل ولو على هيدي الطاقات الشبابيه الا ما فعلا بتبين في طاقه ابداعيه قادرين نستفيد منها 100%. فنحن في هون واجب انه نوعي الجميع على أهمية هذا الشيء، نحط بادجت على ريسيرش اند ديفلوبمنت، نحط بادجت على ايديوكيشن، يتغير الكوريكولوم شو بسموه النماذج التربوية لنواكب الحداثة. بعده لهلا بالمدارس وبالجامعات ما بيتعلم الكودينج الواحد، لأنه الأولاد فرص عملهم كلها بالكودينج، بس مهما ما عم تعلمهم كودينج يعني بالمدرسة. بالعالم كله صاروا عم بيعلموا كودينج بالمدرسة، والولاد برهنوا انه بصفوف صغار كتير قادرين يتعلموا كودينج. صحيح. طيب هيدي المهارة يلي بتخليهم يلاقوا شغل، وبتخليهم يلاقوا شغل من لبنان حتى، مش ضروري يفلوا، لانه الكودر بيقدر يضل محل ما هو. يضل هون. فانت عندك طريقة تخليه بأرضه، عندك طريقة تلاقي له شغل، بس انت لتغير النظام التربوي تبعك بدك تنطر مجلس النواب كل 20 سنة يعمل له نص قانون. مازن بيسأل، مازن بيسأل سؤال بيقول الخطة كتير حلوة وياريت تطبق، بس ممكن نشوف انهار انه التيار بيدلة بخطة الكهرباء مع المستقبل؟ بيدلة؟ انه هدرناها للخطة؟ مقابل تمشي خطة الكهرباء؟ لا، اول شيء خطة الكهرباء منا للطيار، خطة الكهرباء للكل. يعني خطة الكهرباء انه للكل يكون عنا كهرباء، انه الكهرباء بتيجي مثلا ما بعرف انا بتيجي بكسر رومان وما بتيجي، انه هي كهرباء
ومثل الثريجي، الثريجي اجى بالاشرفيه واجى بكل لبنان، اجى بكل وصل على كل وصل لبنان. على كل لبنان. طيب نحن كل شيء انفراستراكشر ضروري، سؤاله بمحله، بمعنى انه كان في او بعد في عند جزء من اللعيبه محاوله تسييس مواضيع، صحيح اي شيء بيتسيس بنا تحتيه، صحيح بنا صحيح. لازم نحن كتير نعمل افور على حالنا كلنا، من المواطن للناخب للحزب للمسؤول للنائب للوزير للرئيس الجمهوري، كلنا لازم نعمل افور انه موضوع البنى التحتيه نشيله عن التسييس السياسي. صحيح، موضوع حيوي هذا، تو بي اور نوت تو بي، نبقى او منفل، موضوع حيوي. قلت حضرتك كلنا الدنيا عم تمشي كتير بسرعة ونحن واقفين محلنا. يعني هذه التكنولوجيا إذا ما استفدنا منها من الأطفال ومن هذا القطاع تحديدا، قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بنكون عم نرجع لورا مش واقفين بأرضنا. العيال عم يبكوا مالك، دموع دم، العيال بتربي ولادها وبعدين بتصلي انه يلاقوا شغل بدبي او بالسعوديه. صحيح. او بامريكا. طيب بيخسرون، ما بعد يشوفون، بصيروا يشوفون مره بالسنه، بعدين ما بتشوفون اربع مره كل اربع سنين، بعدين ما بتشوفون. يعني انت ربيتهم اللي حبيتهم وفلوا. ليش بدنا نقبل هذا الواقع؟ خاصه انه عم نقول هلا اللي شرحته انه في بديل فيهم يضلوا هون. طيب. بكل شطارتهم بكل قوتهم ويعملوا مصاري ويبدعوا، بس بدنا نساعدهم. في موديل بديل. صحيح. في فيديو بدي احضره انا وانت والمشاهدين عن the future of the world، مستقبل العالم، فينا نحضره سوا لنرجع نناقشه بليز. هيدا اللي فرجيتني. حلم هذا. هلا نحن على الهواء ولا ايه؟ بلا على الهواء. هيدا الفيديو اللي فرجيتني اياه من شوي. هذا انا وصغير كان واحد من احلامي انه الانسان يطير. هذا مثل ما مبين. صارت التكنولوجي عم تخلينا نطير. شو رايك؟ بعد رح تشوف اشياء يعني بيدهشوا اكثر من هيدول بكثير. انا متابع كثير هذا الموضوع. العالم مالك عم يتغير ورح يمسحنا اذا نحن ما شدينا وضعنا شوي. يعني جد عالم صارت عم بتطير ومش عارفين نحن نوصل تليفون. وحياتك يعني التغيير اللي عم بيشهده العالم واللي عم بيصير. صحيح. العقل ما بيواكبه. بس انا يعني انا لانه كتير مطلع يعني كتير الوقت انت تكنولوجي وبتابع شو عم بيصير بالعالم. واعي شوي اكتر من غيري، مش كتير، لانه حتى اللي انا عم بقراهم وعم شوفهم هن 1% من اللي عم بيصير ولح يصير. فجد هو كيف تجهز حالك؟ هو هذا السؤال الأساسي. أول شيء في حدا عم بيخطط بهالبلد، في حدا عم بيخطط، يعني وزير لوحده بيقدر يغير أو بده يكون في وعي من قبل رئيس جمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء الباقيين، عرفت كيف؟ تيكون عم ياخد البلد على حال والخطط وينفذها. ونسرع لأنه نحن كتير مأخرين. صحيح. معلعين مع تأخير كبير. صحيح. صارت العالم عم بتطير. على كل حال هيدا الفيديو وانت ما عم تشوفه، بس كنت أنا حابب أنه نحضره سوا يشوفوا المشاهدين وين صار العالم، وين صارت الدنيا، وين نحن. ليك. رجع طار. ليك. كون عبى بنزين أو شيء، ما بعرف شو عمل. صار في عنا إمكانية نطير. ليك. وبعدنا ما بنقدر نعمل بلبنان تليفون كامل اكثر من دقيقتين. اخ يلا. على كل حال بهيدا الفيديو انا رح اختم خلينا نختم ببصيص امل. ايه هيدا المشهد ممكن نشوفه. بلبنان. بصيص امل اكيد. اول شيء نحن عندنا شباب مبدعين. صحيح. عم بيعملوا هالشيء واكثر من هالشيء، وانا بعرف لانه انا رئيس اكسلريتر لستارت اب. تاني شيء بقطاع الخاص عم بيصير اشياء كتير حلوه. نحن مش هناك دائما بنقول افتحوا الفايبر اوبتيك والباندويتس، لانه نحن حتى بدون الدوله قادرين نعمل كتير اشياء. ثالث شيء ان شاء الله اذا صار في قانون انتخاب واذا صار في انتخابات نفوت دم هيك، يعني عنده نظره مستقبليه، عنده نظره مش عم بيطلع كله مسيس وطائفي، وهذا عم بيطلع بالبلد كيف بده يقدم لقدام ويواكب الحداثة. إذا هذا الشيء صار ممكن نشوف بالعهد، يعني بالحكومة الجديدة يلي هي مش جاية على 3-4 أشهر، حكومة جديدة بدها تجي على 2-3-4، ما بعرف قد هيدي الفترة بتسمح لها إنه كتير تسرع.
صح. فخلينا نكون ايجابيين مش كله نشوفه وان شاء الله بيطلع ان شاء الله خير انو انتخاب الاخير قبل الشهر الجاي ان شاء الله ان شاء الله. نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا اللي طولناه, بس كانوا الشباب كتير فعليا عم يسألوا بحاجة لشوية استفسارات بهيدا الإطار تحديدا, إطار تكنولوجي, إطار قطاع الاتصالات. فشكرا لوقتك معنا بهيدا الحلقة. أهلا وسهلا فيك دايما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة. مشاهدينا الموعد بيتجدد بكرة 10 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت. حتى ذلك الحين بقية نهار هادئ وإلى اللقاء.